حد الأقصى بتاعه 100، هي دي المشكلة. اه ماشي. كاينيتكس اوف بارتكل فورس اند اكسلريشن، هنقسم الشابتر ده الى تو بارت. بارت 1 هناخد الحركه في خط مستقيم اللي هي ريكتلينير موشن، تمام. بارت 2 الاسبوع الجاي ان شاء الله او بعد الميد تيرم، تمام، هناخد الجزء الثاني في اللي هو الحركه على منحنى. يبقى اذا الشابتر ده هنقسمه الى جزئين، خط مستقيم اللي احنا خدناه بارت 1 في شابتر 1 بس هنا هتبقى الفورس معانا، تمام. بارت 2 اللي هو الكيرف اللي هو الجزء الثاني والثالث والرابع في شابتر 1 هناخده هنا تاني بس مع وجود الفورس، تمام. فده هنسميه بارت 2 بعد الميد تيرم ان شاء الله، تمام. يلا، العلاقه ما بين الفورس والاكسلريشن زي ما اتفقنا، مين اللي استنتج العلاقه دي؟ ها، العالم الجليل اسحاق نيوتن في النص الثاني او نص القانون الثاني ليه اللي هو نيوتن سكند لو اوف موشن. قال لك ايه بقى نيوتن؟ قال لك ان الجسم اللي هو النقطه السوداء اللي قدام حضرتك دي بيتاثر عليها مجموعه من الفورسز، تمام. فلو رسمنا الرسمه دي احنا عارفينها من الترم الاولاني ان الرسمه بتاعت الجسم بالقوه اللي بتاثر عليها بنسميها ايه؟ ها، فري بادي دايجرام، تمام. الفري بادي دايجرام ده لازم يترسم، تمام. يبقى اذا الجسم بالقوه اللي بتاثر عليه، ها، دي اسمها رسمه الفري بادي دايجرام. الناحيه الثانيه هنا في الايكويشن هتبقى عباره عن سيجما الفورس، خدناها في الترم الاول في الترم الاول في الاستاتكس، فاكرين لما كنت بقول سيجما الفورس كانت بتساوي ايه يا جماعه في الترم الاول؟ ها، مبدا الاتزان، شروط الاتزان، كان سيجما الفورس بتساوي ايه في الترم الاول؟ حد فاكر؟ الو، صفر يا دكتور. ها، كانت بتساوي زيرو. ليه؟ لان الجسم كان ساكن، تمام، الجسم كان واقف، او بتساوي زيرو برضو والجسم متحرك بسرعه ثابته. طب تعال نشوف، ها، سيجما الفورس عندنا هنا هتساوي ايه بقى؟ نص القانون بيقول ايه؟ سيجما الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن، تمام. يبقى اذا القوه اللي بتاثر على الجسم مجموعها بيساوي، ها، كتله الجسم في عجلته. ها، هتيجي حضرتك هنا تحطها في القانون ايكوال ام في اي، وتيجي هنا تحطها في الرسمه برضو. يبقى خلي بالك احنا عندنا هنا رسمتين مش رسمه واحده، رسمه بنحط عليها سيجما الفورس، تمام، دي بنسميها فري بادي دايجرام، وبنقول ايكوال رسمه ثانيه بنحط عليها الماس في الاكسلريشن وبنسميها ايه الاسم بتاعها؟ اسمها كاينيتيك دايجرام، تمام كده. يبقى عندنا تو دايجرامز، فري بادي دايجرامز ده عليه الفورس اللي بتاثر على الجسم، وكاينيتيك دايجرام عليه الام في الاي. خلي بالك الام في الاي دي لها اسم عندنا وحتى نيوتن سماها. حد عنده خلفيه الام في الاي دي؟ الفورس دي، الام في الاي دي فورس يا شباب. ها، الام في الاي دي اسمها ايه؟ حد يعرف؟ حد عنده باك جراوند كده من معلوماته اللي قبل كده بالاسم بتاعها عربي او انجليزي؟ طاقة الحركة. طاقة الحركة. لا، دي مش طاقة، خلي بالك دي فورس. عشان تحولها لطاقة دي ده موضوع تاني، تاخد الفورس تضربها في الديستانس تتحول لشغل او وورك. الوزن يا دكتور؟ ها، كمية الحركة. كمية الحركة. لا لا، دي كمية الحركة هناخدها بعد كده، اللي هي المومنتم، اللي هي الام في الفي، الكتلة في السرعة مش الكتلة في العجلة. كمية منتجها. الحركة. ها، دي مين بقى؟ كمية الوزن. لا، الوزن ام في جي، الكتله في عجله الجاذبيه الارضيه. نعم، سنجل فورس. بس سامع صوت بيقطع. النت فورس يا دكتور. النت فورس. النت فورس، ماشي، كلام مظبوط. النت فورس ده الطرف الشمال اللي هي سيجما الفورس، دي النت فورس. الام في الايه بقى لها اسم حتى نيوتن سماها. ها، سماها ايه بقى؟ سكند لو. ما هو جاي من سكند لو، سماها ايه بقى نيوتن؟ قال لك الام في الايه دي هي الانيرشيا فورس. انيرشيا فورس اللي هي قوه القصور الذاتي. قال لك كل جسم بيتحرك، كل جسم بيتحرك بتنشا داخله قوه، تمام، قوه كامنه جواه، تمام كده. القوه دي بتعتمد على حاجتين، كتلته، تمام، والاكسلريشن اللي هتنتج نتيجه الحركه. معايا كده يا شباب؟ بيسموها قوه القصور الذاتي. والدليل على ذلك ان حضرتك لو وقفت الفورس، ها، وقفت الفورس او فرملت الجسم، ها، بتلاقي ايه؟ بتلاقي حصل ايه للجسم؟ بيرتد الايه؟ بيرتد عكس اتجاه الايه؟ الاكسلريشن دي. يعني حضرتك لو فرملت الجسم، تمام كده، الاكسلريشن بتاعته بتبقى ديسلريشن، عجله تناقصيه لورا، فبتلاقي الجسم ارتد لقدام او طلع لقدام. ايه اللي طلعه لقدام؟ هي الانيرشيا فورس دي، بتعتمد على كتلته. طبعا كل ما كانت الكتله كبيره كل ما كان الايه؟ الفورس دي عاليه جدا، تمام كده. عشان كده مثلا في الايه، على سبيل المثال، طبعا الكلام ده بندعم
بامثله عشان الناس يوصل لها المبدا بسهوله. ها ايه الحاجات اللي صعب جدا انك توقفها مره واحده او توقفها صادن ستوب؟ تمام كده. ايه الحاجات دي؟ حد يعرف اديني امثله على كده. عربيه واخده سرعه ماشي وقفها بيبقى صعب، بس الاصعب من في حاجات اصعب من كده. ستلايتس عربيات النقل القطر بالظبط. برافو عليك. والقطر الله الله ايوه كده القطر. انت عارف القطر ايه اللي بيحصل فيه؟ عارفين القطر ايه اللي بيحصل فيه؟ القطر ده كتلته عاليه جدا. تمام كده. حضرتك لو انت معدي قدام القطر، هل القطر هيقف لك عشان حضرتك تعدي؟ اكيد لا. لا عشان حضرتك لو وقف القطر عشان حضرتك تعدي، او مش حضرتك بقى عربيه اتوبيس، ها هيموت الناس اللي جوه القطر. تمام كده. فيضحي بال 20 ولا ال 30 واحد اللي في الاتوبيس، ولا يضحي بال 1000 ولا ال 2000 واحد اللي في القطر. تمام كده. فعشان كده القطارات الوقوف المفاجئ ليها تمام كده بيبقى صعب جدا انك تحكمه. فبالتالي اي حد بيعدي قدام القطر وهو واخد سرعته، القطر بيفرمه. عشان كده بيقول لك المثل الشهير اللي بيقول لك ما تقفش قدام القطر. تمام كده. لانه مش هيسمع عليك يعني. يبقى اذا الكتله العاليه جدا يا شباب بتولد فورس رهيبه. تمام كده. بالاضافه لمين؟ الاكسلريشن اللي هتنتج نتيجه حركه هذا الجسم. عشان كده بيقول لك الجسم اللي بيتحرك بسرعه عاليه ما توقفوش مره واحده. تمام كده. وما تحركوش من ثبات للسرعه او للحركه بسرعه ايه؟ بسرعه عاليه. يعني ما تنقلش من صفر لسرعه عاليه مره واحده، والعكس ما تجيش من سرعه عاليه لصفر برضه مره واحده. مين الباشمهندس انا هشوفه فين في وسط المية ده؟ طيب تعال نشوف بقى الفورسز اللي بتاثر على الجسم. يبقى عرفنا الطرف اليمين هي فورس واحده عباره عن الكتله في العجله. تمام كده. الناس اللي عندها المايك وفي حواليها غلوشه غالبا بيلعب في الشارع او بيتفرج علينا وهو بياكل ايس كريم تحت في الشارع، حاجه زي كده يعني. اقفل المايك يا حبيبي كده عشان ايه؟ عشان نعرف نشتغل. الو، انا سايب المايك ليكم مفتوح عشان إن احنا يعني ناس كبيره يعني. اقفلوا المايك يا جماعه عشان الناس مش عارفه تقفل المايك منين. لو شفتك لو مسكتك. ايوه قفلوا. تمام. فتعالى بقى نشوف ايه الفورسز اللي بتاثر على الجسم. احنا عندنا الطرف الشمال سيجما الفورس، والطرف اليمين الانيرشيا فورس. الطرف الشمال فيه مجموعه من الفورسز كتير بقى هنستعرضهم دلوقتي. انواعهم ايه؟ القوه اللي بتاثر على الجسم. الطرف اليمين كم قوه يا جماعه في الطرف اليمين؟ هي قوه واحده بتعتمد على الكتله والعجله. بما اننا شغالين في خط مستقيم، في خط مستقيم يبقى اذا العجله عندنا هتبقى فين؟ عجله خط مستقيم. ها الاكسلريشن اللي شفناها قبل كده تمام، اللي هي الايه؟ الاي شفناها في بارت 1، وبعد كده اي اكس واي واي في بارت 2، وبعد كده اي ان واي تي في بارت 3، وبعد كده اي ار واي سي في بارت 4. ها دول هنشوف منهم مين دلوقتي؟ ها الاي فقط لا غير بتاعه الخط المستقيم. لما نخش على الجزء الثاني بقى نبدا نشوف الباقيين. يبقى اذا الحركه عندنا هنا هتبقى فين؟ هتبقى في خط واحد. هنشوف دلوقتي، هنحط المحاور بتاعتنا ونشتغل عليها زي ما هنشوف دلوقتي. تمام كده. ايه القوه اللي بتاثر على الجسم بقى؟ ها القوه اللي بتاثر على الجسم عندنا ست انواع من القوه، من الفورسز اللي بتاثر على الجسم. ها قبل ما نخش بس ونستعرضهم، المفروض ان الـ لو طلبت منك من هنا بقى الاكسلريشن، الاكسلريشن هتساوي ايه يا شباب؟ ها من المعادله دي نقسم الطرفين على مين؟ ها الو على ام يا دكتور. بالظبط. يبقى هقسم شمال ويمين على الايه؟ على الماس او على الام. يبقى اذا الاكسلريشن هتساوي ايه؟ سيجما الفورس على الام، او واحد على ام، واحد على ام في سيجما الفورس. تمام كده. طيب لو انا عايز اطلع الام دي الاكسلريشن دي عشان اطلع منها فيلوسيتي، ها لو حضرتك بقى حطيت الفورسز اللي بتاثر على الجسم كلها ارقام، يبقى الاكسلريشن هتطلع ايه؟ هتطلع رقم. تمام كده. لو قلت لك طلع لي منه السرعه، هي الاكسلريشن بتطلع منها الفيلوسيتي ازاي؟ ها اكامل يا دكتور، اكامل انتجريشن. بالظبط. هتعمل انتجريشن للرقم ده. طبعا لو حضرتك طلعت الفورس دي في صوره رقم، يبقى العجله بالنسبه لك كده بقت رقم،
يعني ايه بقت رقم؟ يعني بقت ثابته، بقت كونستنت. هو كل الاكسلريشن بتاعه الحركه دايما بتبقى كونستنت؟ ها عايز الناس تفكر معايا الكلام اللي خدناه في شابتر 1، الاكسلريشن لها صور كتير صح كده؟ ليها كذا صور، ليها كذا صوره بالظبط كده. ممكن تبقى ثابته، ممكن تبقى متغيره مع الزمن او مع الاس او مع الفيلوستي، الكلام اللي خدناه قبل كده. يبقى اذا حضرتك بالظبط كده، برافو عليك. يبقى اذا لو انا طالب السرعه من المعادله دي، حضرتك هتجيب لي الاكسلريشن على شكلها اللي هتطلع من المعادله. لو هي طالعه ثابت، يعني لو الفورسز دي ثابته هتطلع ايه؟ ثابته كونستنت. لو الفورس دي بتتغير مع التايم يبقى الايه هتطلع بتتغير مع التايم. يبقى اذا الاي ديبندز اون ايه؟ ها الشكل بتاع الاف اللي حضرتك بتجيبه او بتجمعهم هنا. لو الفورس فانكشن في تي يبقى الايه هتطلع فانكشن في تي، يبقى على حسب شكل الفورس هتطلع الايه. يبقى لو طلبت منك فيلوستي بقولها وهكررها وهعيدها جوه المسائل، لو طلبت منك فيلوستي حضرتك هتجيب لي الفورسز وتجمعها لي كمعادلات، كمعادلات. يعني لو هي داله في تي هتسيبها زي ما هي ما تعوضش بالتي اللي بقول لك احسب عندي، تمام كده؟ وبعد ما تجيبها كمعادله اعمل انتجريشن للمعادله اللي هتطلع لك، وبعد ما تطلع قيمه الانتجريشن او الشكل بتاع الانتجريشن ابدا عوض بالتايم اللي انا مديهولك ده على سبيل المثال. طب لو الفورس داله في اس، نفس الكلام، هات لي الايه هتبقى داله في اس، واظن خدناها قبل كده دي. لما تبقى الايه داله في اس بنتعامل معاها ازاي؟ تمام كده؟ بتساوي الايه؟ في دي في على مين؟ على دي اس. تعمل التكامل بتاعك اللي هو بتاع داله في اس، وبعد كده تعوض بالاس اللي انا قلت لك احسب عنده، هتقوم مطلع الفيلوستي. انا قلتها في البدايه اهو، هنشوفها جوه المسائل. يبقى الاكسلريشن هتحافظ على الايه؟ على الايكويشن بتاعتها عشان تقدر تعمل انتجريشن مظبوط. تعال نشوف بقى ايه انواع الفورس اللي بتاثر. اول نوع عندنا القوة الخارجية، حضرتك بتشد الجسم، بتزق الجسم، ها سواء بقوة ثابتة أو بقوة متغيرة، دي بنسميها applied force، القوة اللي بتأثر على الجسم من خارجية، تمام كده؟ أو external force. النوع الثاني ممكن أشد الجسم بحبل، تمام كده؟ فدي tension force، تمام كده؟ ممكن أشد الجسم أربطه بواير وأشده. النوع الثالث الويت waiting force أو الويت، الفورس اللي جاي من الويت، ودي قيمه ثابته بتساوي ام في ايه لاسفل، تمام كده؟ وزن الجسم. دي من الصور او من انواع الفورس اللي بتاثر على الجسم بتسحبه لاسفل في اتجاه الجاذبيه، تمام كده؟ النوع الرابع النورمال رياكشن، لو الجسم قاعد على سطح، بكرر تاني، لو الجسم قاعد على سطح اذا السطح هيديله رد فعل بنسميه ايه؟ نورمال رياكشن، رد فعل عمودي، تمام كده؟ النوع الخامس فريكشن فورس، لو الجسم بيتزحلق على سطح والسطح ده فيه رفنس، فيه خشونه، فهيدي قوه احتكاك، تمام كده؟ هندخلها معانا فين؟ هندخلها معانا في السيجما الفورس. الاخ اللي عنده مايك وبص، يعني مين هو؟ صعب ان احنا نجيبه في الايه؟ كل دول يا جماعه اللي عنده مايك، اللي عنده مايك بس عشان ما يغلوش علينا يقفله. صوت الكلاب اللي جنبك ده او صوت الايه الناس اللي في الشارع دي. ايوه بس كده، تمام ماشي. خلي بالك بقى الفريكشن فورس دي بتعمل حاجه غريبه جدا. بتعمل ايه بقى الفريكشن فورس دي؟ ودي بنعتمد عليها في بعض المسائل في حاجات معينه. فريكشن فورس بتقلل الحركه يا جماعه، قوه الاحتكاك. والدليل ان العربيات لما تيجي تفرمل ايه اللي بيوقف العربيه على الطريق؟ ها القوه دي، قوه الفريكشن دي او قوه الاحتكاك هي اللي بتوقف العربيه، اللي هو الاحتكاك الناتج ما بين التايرز بتاع العربيه او الاطارات او العجل بتاع العربيه يعني مع الاسفلت. طبعا لو العربيه دي ماشيه على اسفلت مثلا عليه ميه نتيجه المطر مثلا في الشتاء، بتلاقي وقوف العربيه صعب جدا، تمام كده؟ حضرتك لو غيرت او وليت اكسلريشن او انيرشيا فورس في الحته دي، بتلاقي العربيه حصل لها ايه؟ حصل لها انستابيليتي، وتلاقيها بتتمرجح وتقعد ايه؟ تتغير، يعني مش هتعرف تتحكم فيها، تمام كده؟ نتيجه الايه؟ نتيجه الانيرشيا فورس اللي اتولدت مع الاحتكاك الضعيف اللي موجود تحت العجل. اخر نوع هنشوفه في المسائل او ممكن نلاقيه اللي هي السبرينج فورس او قوه السبرينج. برضه السبرينج دي سلاح ذو حدين، يعني ممكن تعمل انها تفرمل الجسم
لو حضرتك ماشي عكس السبرينج، يعني بتشد السبرينج وانت ماشي كانك مربوط بسبرينج مثلا، وايه وبتمشي وانت ماشي السبرينج بتشد معاك، فيعمل ايه السبرينج؟ بيحاول يرجعك لورا، بيحاول يرجعك لورا، تمام كده؟ فده كده السبرينج كده هيقلل الحركه. طب لو انت اصلا يعني بدأت الحركه بتاعتك والسبرينج كان مضغوط، كان جواه شويه ضغط كده وحضرتك ماشي عكسه، هتلاقي السبرينج بيزقك الناحيه الثانيه، فده بيساعد الحركه. هتلاقي السبرينج هنا بيقوم ايه؟ بيقوم بدورين، يا اما بيعاكس لو هو حضرتك بتشده وانت ماشي، يا اما بيساعد لو هو كان مضغوط وحضرتك بتحاول تفرده، تمام كده؟ طيب القانون بتاع كل واحد تعالى كده نستعرضهم كده بسرعه. الابلايد فورس يا اما كونستنت، يا اما داله في الزمن، يا اما داله في اس، تمام كده؟ حسب ما ادالك في المساله. فدي مش بتاعتك، دي انا ادالك في راس المساله. طب لو ما اديتهاش يبقى كانك ما شفتهاش، تمام كده؟ اللي بعديها التنشن فورس، معروف ان هو بتاع مين؟ بتاع الكيبل اللي هو هنحطه في المساله تي لو موجود في المساله. ها الويتنج فورس او الوزن، الويت بيساوي الام في الجي. حضرتك هتاخد الجي ب 9.81، خلي بالك احنا هنستخدم الاثنين، هنستخدم الويت في الطرف الشمال في المعادله، ها صوره من صور الوزن البتاع ده الفورس قصدي، وهنستخدم الماس في الطرف اليمين من المعادله. يبقى اذا الاثنين موجودين، الوزن هنا داخل مع الفورس مع الفري بادي دايجرام يعني، والطرف اليمين فيه الماس بتاع الجسم. يبقى لو اديتك الويت حضرتك هتستنتج منه الماس، لو اديتك الماس حضرتك هتستنتج منها الويت. وطبعا عشان نستنتج الاثنين لازم يبقى معايا الايه؟ لازم تبقى عارف قيمه الجي بكام. الجي احنا متعودين عليها في الوحدات المتريه 9.81، في الوحدات الانجليزيه اللي هي الامريكان، تمام كده؟ ب 32.2 فيت بير سكند سكوير، اللي هي لو ضربت دي في المتر في كام قدم؟ المتر تقريبا في 100 على 30.48 من 100، تمام كده؟ تقدر توصل للرقم الثاني ده. النورمال رياكشن احنا عارفين بنحط رد فعل عمودي على مين؟ بربنديكولار تو ذا سيرفيس، السطح اللي مرتكز عليه الايه؟ الجسم، تمام كده؟ الفريكشن فورس احنا عارفين ان قوه الاحتكاك من الترم الاول بتساوي معامل الاحتكاك في رد فعل السطح. بس هي خلي بالك هنا هنستخدم انهي معامل احتكاك بقى؟ احنا كان عندنا تو كوفيشن اوف فريكشن، تمام كده؟ الترم الاولاني كنا بنستخدم اللي هو الميو اس، الميو ستاتيك، تمام كده؟ الترم ده هنستخدم الميو ايه؟ الميو كاينتيك، تمام كده؟ كاينتيك كوفيشن اوف فريكشن. والمفروض ان في تجربه عندنا في المعمل هتحدد بيها ايه؟ اعتقد ان كل الناس خدتها غالبا يعني، تمام كده؟ الفورس الاخيره، خلي بالك الفورس الاخيره دي قوه السبرينج بتساوي الكي في الاس، ثابت السبرينج في الاسترتش اللي حصلت فين؟ حيث الاس بيساوي ال 1 ماينس ال نود، او الاسترتشد لانس ماينس الان استرتشد لانس، تمام كده؟ والكي هو الاستفنس بتاع السبرينج، الثابت بتاع السبرينج. السته فورسز اللي قدامك دول تعال نمسكهم واحده واحده، مين فيهم فاريبل ومين فيهم كونستنت؟ الابلايد زي ما على حسب ما اديها لك، اديتها لك برقم تبقى كونستنت، اديتها لك كمعادله يبقى دي فاريبل على حسب المعادله اللي اديها لك. التنشن فورس ها ده بيبقى ايه؟ ده بيبقى ثابت، قوه الشد بتاعت مين؟ بتاعت السبرينج، اللي هي التنشن التي بتاعت مين؟ بتاعت السبرينج. الويتنج فورس دي برضو بتبقى ايه؟ بتبقى ثابته، بتعتمد على كتله الجسم وعجله الجاذبيه الارضيه، ده بيطلع رقم في الاخر. النورمال رياكشن بيعتمد على مين؟ على رد الفعل، بيعتمد على القوه اللي بتاثر في اتجاه رد الفعل سواء معاه او ضده، تمام كده؟ لو هي قوه ثابته هتطلع ان ثابت، لو هي قوه متغيره هتطلع ان متغير. الفريكشن فورس نفس الكلام، عباره عن ثابت اللي هو الميو في الان، يبقى اذا بتعتمد على الان زي ما شرحنا. السبرينج فورس وانت مغمض، السبرينج فورس يا جماعه ثابته ولا متغيره؟ ها مين يقدر يقول لي؟ السبرينج فورس ثابته بتساوي الكي في الاس. متغيره يا دكتور على حسب نوع الماده؟ لا لا مش نوع الماده، الاف اس عند نقطه معينه متغيره يا دكتور. متغيره دي متغيره مع مين بقى؟ مع مين؟ على حسب طول السترينج، على حسب تغير الازاحه، مع حسب الاستفنس بالظبط كده. يبقى دي متغيره مع مين يا جماعه؟ الكي ثابت، الاس بيتغير طول ما الحركه بتحصل، هتلاقي السبرنج عمال بايه؟ الاس بتاعته يا بتزيد يا بتقل على حسب انت ماشي، وانت ماشي بتشد السبرنج معاك بتفرده ولا بتضغطه؟
تمام. يبقى الفورس بتاعت السبرينج دايما متغيره مع اس، مع الازاحه تمام كده بتاعت الجسم. يبقى اذا لو في فورس معاك الاكسلريشن وانت مغمض في المسائل اللي فيها سبرينج بتطلع اكسلريشن فانكشن في مين؟ ها هتبقى فانكشن في مين يا جماعه؟ في اس. فانكشن في اس. يبقى نرجع بقى لشابتر 1 نشوف ازاي كنا بنعمل انتجريشن للاي لما تبقى داله في اس تمام، زي ما هنشوف دلوقتي جوه المسائل. يلا بقى تو نوتس كده حضرتك قبل ما تبدا حل المساله، انا الكلام ده شرحته هنلخصهم كده بسرعه. حضرتك بتعمل ايه؟ ها رقم واحد درو، تاني درو عشان الناس اللي ما بترسمش بتنقص حتى لو حلها صح تمام كده. خلي بالك المساله هنحلها بحاجتين، بالمعادلات وبالرسم. خلي بالك اللي مكتوب جوه المعادله هو اللي موجود على الرسم تمام كده يا شباب. ها هنعمل درو لمين بقى؟ لتو دايجرامز، فري بادي دايجرام ده عليه الفورس اللي بتاثر، وكاينتيك دايجرام عليه الانرشيا فورس اللي هي الام في الاي. يبقى اول حاجه درو ذا فري بادي دايجرام اند كاينتيك دايجرام، الرسمتين لازم يترسموا. رقم اثنين، بعد ما رسمت الرسمتين حضرتك هتروح تطبق المعادلات، هتاخد من الرسمه تحطه في المعادله. طبعا وانت بترسم لو انت شغال ريكتلينير موشن حركه في خط مستقيم هتحط ايه؟ هنستخدم ايه المحاور اللي هنستخدمها هنا؟ اكس واي، اكس وواي في 2 دايمنشن واكس وواي وزد في 3 دايمنشن تمام كده. يبقى رقم اثنين هنطبق المعادلات، هنفك المعادله دي في صوره اكس وواي في 2 دي تمام كده. هنطبق المعادلات عشان نطلع الاكسلريشن، وبعد كده هنطلع الفيلوستي والبوزيشن بالايه؟ بالانتجريشن زي ما اتفقنا مع بعض. ولو انا طالب منك فيلوستي او بوزيشن لازم تحافظ على شكل الاكسلريشن. الاي دي لازم ايه؟ لازم تطلعها لي ها من الفورس بدون تعويض، يعني هطلعها في صوره معادلات. ها دي الرسمه دي هتلاقيها موجوده عندك في الكتاب تمام كده. رسم عليها الفري بادي دايجرام، عليها مجموعه من الفورسز زي هنعرفهم مع بعض تاني، الكلام اللي انا شرحته الستة فورس اللي انا قلتهم تمام كده. والطرف اليمين فيه الانيرشيا فورس، هنحط المحاور اكس وواي. لو الحركه في اتجاه الاكس هتحط الام في الاي على اكس، وواي هنا ما فيش فورس ماشيه معاه لان واي ما فيهوش حركه. يعني لو الجسم بيتحرك لليمين هتبقى دي الانيرشيا ايه؟ انيرشيال تيرم او انيرشيا فورس، وده البادي بتاعنا. ده الكاينتيك دايجرام، دي اسهل رسمه. تعالى الناحيه دي بقى، الوزن معاك، رد فعل السطح معاك، الفريكشن فورس معاك لو على سطح، القوه الخارجيه اللي هي الابلايد فورس تمام، حضرتك هتعمل لها ريزوليوشن تمام كده. يبقى دي الابلايد فورس وده الويت، وده السبورت فورس او النورمال رياكشن، وده الفريكشن تمام كده. وطبعا زي ما اتفقنا المحاور لازم تتحط، الاكس في اتجاه الحركه والواي عمودي على الحركه. دايما يا شباب الاكس في اتجاه الحركه والواي عمودي على الحركه. يعني لو الجسم بيتحرك لليمين يبقى الاكس لليمين، لو الجسم بيتحرك للشمال يبقى الاكس للشمال، لو الاكس الجسم بيتحرك على سطح مايل الاكس على سطح مايل، موازيه للسطح يعني تمام كده. دي مهمه جدا، حضرتك هتحط المحاور بناء على اتجاه الحركه. ها لان الاتجاه بتاع الحركه ده هنعتبره هو الموجب بتاع هذا المحور، موجب الايه؟ محور الحركه تمام. في الحاله دي هنستخدم المحاور اكس وواي تمام كده. والحركة بتاعتنا هنحطها فين؟ هنحطها للأسف الزوم هيقفل علينا كمان 10 دقايق 40 دقيقة للزوم، فاحنا هنخش هنعمل جوين. احنا معانا 100 واحد، ده الحد الأقصى للإيه؟ للمحاضرة تمام؟ هي المحاضرة هسجلها عشان الناس اللي ما عرفتش تدخل، وهننزلها لهم إن شاء الله تمام؟ فلو الزوم قفل علينا فجأة يا شباب هنعمل جوين على نفس اللينك اللي معانا، نفس اللينك اللي حضرتك جيت بيه هتعمل جوين مرة تانية عشان نستكمل الباقي الايه؟ باقي الجزء ده. يلا هنفك المعادلات بتاعتنا بقى اللي هي سيجما الفورس بيساوي ام في ايه في ايه في معادلتين. لو انا شغال 2 دايمنشن، اول معادله عندنا سيجما الفورس تمام كده في اتجاه الاكس ايكوال. يلا هنفك الفورس هنا في اتجاه الاكس زي الفريكشن، مين تاني اللي هي البي كوساين 30، دول هيبقوا في اتجاه الاكس كل واحد باشارته. تعالى الناحيه الثانيه بقى في الطرف اليمين، مين اللي ماشي في اتجاه الاكس؟ هتلاقي الانيرشيا فورس في اتجاه الايه؟ في اتجاه الاكس اللي هي الام في الاي. ساعات بيسموا دي كده ام في اي اكس تمام كده؟ بما ان العجله عندي في اتجاه الاكس بس لان ده خط مستقيم تمام كده؟ يبقى ممكن اكتبها ام في اي فقط لا غير، من غير ايه؟ من غير الاكس دي. دي معادله رقم واحد تمام كده؟
ها تعالى بقى نروح لمحور واي، معادله ثانيه سيجما الفورس مع واي، ايه اللي ماشي مع واي هنا؟ هتلاقي الايه الان طالعه لفوق، الوزن نازل لتحت بالنيجاتيف، وعندك البي ساين 30 ده هيبقى نازل لتحت برضو بالنيجاتيف من الرسمه دي، ده الطرف الشمال في المعادله. الطرف اليمين بقى ايه اللي ماشي مع محور واي هنا؟ ها مين يقدر يقول لي الحته دي مهمه جدا؟ محور واي هنا ايه الفورس اللي ماشيه معايا يا جماعه في الرسمه دي؟ ها الويت يا راجل. طب ما الويت هنا اهو، انا بقول لك هنا في الرسمه اللي على اليمين، احنا قلنا الرسمه اللي على اليمين فيها كام فورس؟ ما فيش حاجه في الرسمه دي. بالظبط كده، برافو عليك. الرسمه اللي على اليمين فيها فورس واحده ماشيه مع الايه، مع الحركه او مع الاكس، تمام كده. واي هنا ما فيش فورس ماشيه معاه، يبقى اذا سيجما الفورس في واي بيساوي ايه؟ ها بيساوي زيرو، تمام كده يا شباب. يبقى اذا المعادلتين بتاعتي دي اللي فيها الحركه عشان كده بيساوي ام في اي، ها لكن دي ما فيش حركه في اتجاه واي فبتساوي، يبقى دي معادله سكون بينما دي معادله ايه؟ معادله حركه، تمام كده يا جماعه. ها طب ترتيب الحل بتاعي هعمل ايه بقى؟ هتبدا بمين؟ بواي ولا هتبدا باكس؟ نصيحتي ليك اللي عايز ينجز يبدا بواي. طب واي لما ابدا بيها هتطلع لي مين؟ هتطلع لك الان رد الفعل، تمام كده. اللي هتاخده تعوض بيه فين؟ تعوض بيه في الفريكشن، معايا كده يا شباب. الان بعد ما تطلعه من معادله واي هتقوم حاطه فين؟ في قانون الفريكشن اللي هو ميو كيف ان. اللي هتاخده تحطه فين؟ في معادله اكس. بعد ما تطلع الاكسلريشن بقى من معادله اكس زي ما اتفقنا، تعال نشوف بقى الاكسلريشن هتتعامل معاها ازاي. لو الاكسلريشن دي طلعت كونستنت، او بمعنى اصح الفورس اللي انت جمعتها دي كونستنت فورس، تمام كده، يبقى اذا الايه هتطلع كونستنت. ها لو انا عايز فيلوستي منها هتجيب الفيلوستي منين؟ من قوانين العجله الثابته، تمام كده. يبقى دي تستخدمها في حاله لو، ها لو الايه العجله كونستنت، العجله كونستنت. طيب لو العجله بقى متغيره، ثواني كده، ها لو العجله بقى متغيره اف اي ايكوال فاريبل، تمام كده. ها الفاريبل عندنا يا اما فانكشن في تي يا اما فانكشن في مين، في اس او فانكشن في في. لو هي فانكشن في مين، في التي، هتعمل ايه؟ هتستخدم الريليشن دي الاي دي في على دي تي، اضرب طرفين في وسطين، او اعمل سيبريشن اوف فاريبل زي ما خدت فين، زي ما خدت في الديفرنشال ايكويشن في الماث، تمام كده. هيطلع لك الايه، ان الفي بيساوي انتجريشن اي دي تي، تمام كده. هيطلع لك الفي فانكشن في ايه، في التي. لو انا عايز منها الاس انتجريشن كمان مره للفيلوستي، هتطلع الاس فانكشن في ايه، في التي. حط التايم بقى هنا بعد ما تطلع المعادلات، هتطلع لك الاي بكام والفي بكام والاس بكام. طبعا في كل انتجريشن من دول انت محتاج ثابت، تمام كده، هديه لك في المساله عشان تقدر تطلع القيم بسهوله. طيب لو الاي بقى داله في اس، احنا اتفقنا مع بعض امتى تبقى داله في اس وانت مغمض؟ لما تبقى في سبرنج في المساله، تمام، او مدي لك الابلايد فورس داله في اس. هتستخدم الريليشن الثانيه الاي بيساوي في دي في على دي اس، هتعمل انتجريشن، تعمل طبعا كروس مالتيبليكيشن، الاي دي اس بيساوي في دي في، وتعمل انتجريشن للبوث سايدز، تمام كده. هيطلع لك الفي داله في ايه، فانكشن في الاس. حط الاس اللي انا مديها لك، هتطلع قيمه الفي. فهمناها يا شباب؟ يلا نبدا اول اكزامبل عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك بقى مسائل الداينامكس، لو سمحت الناس تحاول تحط نفسها جوه الحدث زي ما قلتها قبل كده، او تتخيل المساله عشان تقدر تتعامل معاها بسهوله. مشكله مسائل الداينامكس ان الكلام او اللعب بالالفاظ فيها بيودي المساله في حته ثانيه خالص. زي ما نشوف دلوقتي، انا من طبيعتي ان انا بشرح المساله واقول لك لو عملنا ايه، لو غيرنا ايه يحصل ايه، دي افكار بقى جديده غير اللي انا شرحته. يعني انا بشرح السولفد اكزامبل اللي عندك، تمام، المعيدين بيشرحوا الايه، الاكسرسايز او البروبلمز اللي موجوده في نهايه كل شابتر او كل جزء، تمام، وانا بدي لحضرتك افكار جديده على كل مساله، لان ممكن اغير كلمه في المساله فتلاقي المساله راحت في في في, في حته ثانيه خالص. زي ما نشوف دلوقتي، دي اول اكزامبل عندنا، تمام كده. مدي لك ايه، واضح ان الاكزامبل بتاعنا ده عباره عن عربيه او تراك، تمام كده، عربيه نقل شايله صندوق على ظهر العربيه من ورا. وطبعا الامثله دي بنشوفها كتير في الايه، في الشوارع. خلي بالك السواق اللي قاعد جوه العربيه ده المفروض يبقى فاهم ايه، يبقى فاهم علم الداينامكس او فاهم كاينتكس، لان الراجل ده لو مش فاهم كاينتكس هيموت، تمام كده. ابسط مثال هنا،
طبعا الكلام ده بنشوفه فين؟ في العربيات النقل الكبيره اللي بتبقى شايله على ظهرها من ورا، على سبيل المثال اللي هي الكتل الكبيره بتاعه الرخام دي، اللي هي الحجاره بتاعه الرخام. حد شافها قبل كده دي؟ ها حد شافها قبل كده دي يا شباب؟ ايوه الراجل ده بشوفها كل يوم. الراجل ده ما ينفعش يعمل مانوفر في الشارع، يعني ما ينفعش يعمل ايه، يقعد يتمخطر كده بالعربيه في الشارع ويعمل غرز. الراجل ده لو عمل غرز هيولد منحنى وهو ماشي، المنحنى ده هيولد اكسلريشن تانجنت ونورمال، دي مصيبه لوحديها، هيولد طرد مركزي، كارثه، ممكن الحجر ده يقوم نازم العربيه تمام في الاتجاه العرضي بالجنب، يعني يقوم مطير له بتاع 50 60 60 عربيه صغيره ماشيه جنبه. وفي نفس الوقت هو بقى كشخص لو لقى واحد معدي من قدامه، لو فرمل له عشان ينقذه هيموت، هو اللي هيموت. حد عارف ليه؟ الحجر هيطلع لقدام على الكابينه بتاع العربيه. القصور الذاتي. قوه القصور الذاتي بتاعت الحجر ده هيتزحلق، هيقوم طالع فين؟ طالع لقدام ومطير الكابينه دي، واخد الكابينه دي في وشه. تمام كده؟ فعشان كده وهو ماشي مع الحموله الرهيبه اللي ورا دي، صعب جدا ان هو يتحكم فين؟ في الحركه بتاعتها، وخصوصا لو ماشي بسرعه عاليه ما ينفعش ينزلها مره واحده. تمام كده؟ وما ينفعش برضه يبقى في السكون ويقوم طالع مره واحده، هتلاقي ولد انرشيا فورس الايه؟ لورا، او سحبت الصندوق ايه؟ لورا. يلا نقرا المساله بتاعتنا، ودي بعد ما اخلصها هدي لك كام فكره عليها كده، منهم واحده جت في امتحان من حوالي سنتين. تمام كده؟ زي ما نشوف دلوقتي. A truck is traveling at speed، يبقى التراك ده كان ماشي بسبيد، وموجود على الرسم هنا ايه؟ 70 كيلومتر بر اور. تمام؟ هنضرب دي في 5 على 18 تتحول للمتر على الثانيه. ها داون اهل، يعني داون اهل دي يعني في اتجاه هبوط الايه؟ الطريق اللي قدام حضرتك ده. تمام كده يا شباب؟ يبقى اذا الميل هيلعب معانا دور هنا، ميل الطريق لاسفل. ها اشو ذا كوفيشن اوف ستاتيك فريكشن، خلي بالك هنا مدي لك ستاتيك فريكشن، لما يدي لك في المساله ستاتيك فريكشن اعرف ان ال بتاع ده احتكاك السكون ده يا شباب، يبقى هو مش عايز الجسم يتحرك في مكان ما. خلي بالك انت عندك هنا جسمين، العربيه والصندوق اللي ورا ده، مين فيهم اللي انت مش عايزه يتحرك؟ هل يا ترى مش عايز العربيه تتحرك ولا مش عايز الصندوق يتحرك؟ ها بالمنطق كده، باللوجيك اكيد العربيه بتتحرك، اكيد يعني العربيه بتتحرك على السطح، لكن الصندوق هو اللي مش عايزه يتحرك على مين؟ على البليتفورم اللي ورا، اللي عليها الصندوق ورا دي. تمام كده؟ يبقى اذا الستاتيك فريكشن هنا وجوده عشان يخلي الصندوق ما يتحركش على الايه؟ على الطبليه بتاعه العربيه اللي ورا دي. طيب static friction between the flat bed اللي ورا دي تمام of the track and the crate is carries it carries is 0.3، يبقى ده معامل الاحتكاك الاستاتيكي اللي بيمنع زحلقه الصندوق ده على الطبليه اللي ورا دي. مطلوب من حضرتك بقى لو الراجل ده نزل السرعه اللي هي 70 كيلومتر دي بير اور، عايز ينزلها لصفر، يعني عايز يوقف العربيه، عايز يفرمل العربيه. طب تعال نشوف، طب لو الراجل ده فرمل العربيه، احنا عايزينه يفرملها تحت كونديشن اللي هو ايه؟ الصندوق ده ما يتحركش، ما يتزحلقش لقدام. ها ديترماين ذا مينيمم ستوبنج ديستنس، اقل مسافه الراجل ده يفرمل فيها. ها ذات ذا تراك كان هاف فورمد ا سبيد اوف 70 كيلو. طلع المينيمم ستوبنج ديستانس ذات ذا تراك كان هاف فروم ا سبيد اوف 70 كيلومتر بير اور ويز كونستنت ديسيليريشن، يبقى الراجل ده عايز ايه؟ عايز يوقف العربيه تحت تاثير عجله ثابته، العجله دي زي ما اتفقنا طالما السرعه هتنقص يبقى ديسيليريشن، عجله تنافسيه. اف ذا كونديشن بقى اللي هنلعب عليه، اف ذا كريت از نوت تو سلاب فورورد، يبقى احنا مش عايزين نخلي الصندوق ده يتزحلق فين؟ يتزحلق لقدام. تمام؟ احنا مش عايزينه يتزحلق اصلا. تمام كده؟ خلي بالك حركه الصندوق ده هتبقى ديبندز على ايه يا شباب؟ ها؟ ديبند على مين؟ او مين اللي بيعوق الحركه؟ ها؟ اللي بيحاول يحافظ على الاتزان ده، الاحتكاك اللي تحت الصندوق. تمام كده؟ لو الاحتكاك ده مش موجود هتلاقي الصندوق يحصل له ايه؟ بمجرد ما يلمس بس الفرمله هتلاقي ده يتزحلق لقدام. يبقى اللي بيمنع اللي بيمنع الزحلقه دي هو احتكاك الاستاتيكي اللي تحت الصندوق.
تمام كده يا شباب. طب لو انت عايز تأمن الصندوق ده اكتر باللوجيك كده، الناس اللي هم ما يعرفوش يعني ايه داينامكس اصلا، لو انت عايز تأمن الصندوق ده اكتر بتعمل ايه؟ ها نربط بالظبط زي ما يقولوا كده بالبلدي كده، بتسلب الصندوق، بتسلبه بسلبه، بتجيب سلبه وتقوم مربط الصندوق، فانت بتأمن الحركه بتاعته اكتر كمان، تمام كده. فبالتالي لو حسبته او لو اشتغلت على المساله هي هي مع وجود الكيبلز اللي بتمنع الحركه دي كمان، هتلاقي المسافه دي بتقل اكتر من الوضع اللي قدام حضرتك ده. يلا بقى تعالى نشوف الجيفنز ايه وهنشتغل ايه وهنشتغل ازاي. ها الجيفنز اللي عندنا، عندنا الفي نود او السرعه اللي معايا بتاعت التراك هنضربها في 5 على 18 هتطلع 19.4 متر بير سكند. الاكسلريشن اللي هنشتغل عليها هو ايه اللي في المساله انها كونستنت، دي صريحه تمام كده. يبقى هنشتغل بقوانين العجله الثابته عشان اطلع قيمه الاكسلريشن دي تمام كده. ها والميو ستاتيك ب 0.3 اللي هي تحت الصندوق. المطلوب عايزين الاس ات في فاينل ايكوال 0، يبقى عايزين نطلع اقل مسافه العربيه تقف ايه؟ تقف بعدها تمام كده. يلا اول حاجه عندنا زي ما اتفقنا مع بعض بعمل ايه؟ برسم الرسمتين اللي هما مين ومين؟ ناكد تاني. ها فري بادي دايجرام بالقوه اللي بتاثر ايه؟ على الجسم، جميع القوه اللي بتاثر على الجسم تمام كده؟ ايكوال الانرشا ايه؟ الانرشا فورس اللي هي في اتجاه حركه الجسم. معايا كده يا شباب؟ الام في الايه في اتجاه حركه الجسم. مين الجسم اللي انا هشتغل عليه؟ ها الصندوق ده تمام كده؟ ايه القوه اللي بتاثر على الصندوق؟ يلا معايا كده، الصندوق مرتكز على سطح، يبقى انا عندي رد فعل السطح، عمود على السطح، معايا وزن الجسم نازل في اتجاه الجاذبيه تمام كده، ومعايا الاحتكاك اللي تحت الايه اللي تحت السطح تمام كده. ما عنديش قوه خارجيه، ما عنديش سبرينج فورس تمام كده، وما عنديش تنشن فورس، ما فيش تنشن هنا. هنعمل ريزوليوشن لمين بقى؟ تعال الاول نحط المحاور اللي هنعمل عليها، نفك عليها المعادلات بتاعتنا اكس وواي. دي المحاور اللي هنشتغل عليها. يبقى المحاور عندنا هنحطها في اتجاه الحركه، الاكس في اتجاه الحركه والواي عمودي على الحركه. خلي بالك ده مش زي البروجكتايل، البروجكتايل بحط الاكس هوريزونتال والواي فيرتيكال، مالهمش دعوه بالسطح. خلي بالك عشان في مسائل المخزوفات ساعات بجيبها على سطح مايل الاقي الناس كلها او مش هقول كلهم، ها اللي حافظ مش فاهم يقوم حاطط لي الاكس على السطح والواي عمود على السطح في مسائل المخزوفات. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. يبقى في المخزوفات بتحط الاكس والواي هوريزونتال وفيرتيكال افق وراس، لكن هنا بيعتمد على السطح اللي فيه اللي عليه الحركه، الاكس موازي للسطح والواي عمود على السطح تمام كده. هتلاقي هنا الواي صريحه او الاكس هنا صريح معاه الام في الايه، والواي هنا معهوش حاجه زيرو في الطرف اليمين. ها ده المثلث اللي هنعمل بيه ريزوليوشن للوزن، هو مديهولك هنا تحت المساله اهو 40 و9 41. يبقى القوسين هنا هيساوي ايه؟ كوساين الثيتا بيساوي 40 over 41، والساين بيساوي 9 over 41. يلا نبدا بالمعادلات. عندنا كم معادله؟ عندنا معادلتين اف واي واف اكس. زي ما اتفقنا هنبدا باف واي الاول. ها اف واي ايكوال 0 لان مفيش حركه في اتجاه محور واي. هناخد الفورس اللي مع واي هنا، هتلاقي الان بالموجب ناقص ام جي كوساين ثيتا ايكوال 0، يبقى الان بيساوي مين؟ ام جي كوساين ثيتا. ده المفروض يطلع رقم. خلي بالك انا في المساله هنا ما اديتكش الماس بتاعت مين؟ بتاعت الكريت ده. راس المساله ما فيهوش قيمه الماس بكام. الماس هنا حضرتك هتاخدها هتلاقيها اختفت من المعادلات في الاخر، هتتكنسل مع بعضيها، تمام؟ يبقى ملهاش لازمه هنا في المساله. زي ما هنشوف دلوقتي. المعادله الثانيه سيجما الفورس في اتجاه الاكس بيساوي الام في الاي. هناخد الفورس اللي ماشيه مع اكس. خلي بالك اللي ماشي مع اكس الاتجاه الموجب بتاع اكس هو اتجاه الحركه دايما، وده انا قلته ونبهت عليه وباكده تاني. ها يبقى اللي ماشي مع اكس هنا ام جي ساين ثيتا، واللي عكس اكس ميو اس في ايه؟ في ان. اهو بيساوي الام في الايه من الناحيه الثانيه. هناخد الان دي نعوض بيها تحت هنا، يطلع لك ميو اس في ام جي كوساين ايه ثيتا. هتلاقي المعادله كلها فيها ام، يبقى اقدر اكنسل الام او اقسم المعادله كلها على الام، عشان كده قلت لك ملهاش ايه؟ ملهاش دور. يبقى اذا ده الناتج النهائي بتاع الاكسلريشن بيساوي المعادله اللي قدامك دي تمام. هنعوض بالارقام، هنطلع الاكسلريشن بيساوي نيجاتيف 0.717 متر بير سكند سكوير.
نيجاتيف ليه يا شباب؟ لازم تبقى عارف نيجاتيف ليه؟ لان الجسم عشان الجسم بيفرمل يا دكتور. بالظبط كده، دي العجله اللي معانا دي ديسيليريشن، تمام كده؟ الجسم بيفرمل. طيب هناخد الديسيليريشن دي ندخلها في القوانين الكونستنت اكسلريشن. معايا الاكسلريشن ومعايا الفي فاينل ومعايا الفي انيشيال، اقدر اطلع مين؟ اطلع الديسبليسمنت اللي حصلت ما بين الفي انيشيال اللي هي 70 الى الفي فاينل اللي هي 0، تمام كده؟ هنستخدم مين بقى؟ انهي قانون من الثلاثه دول؟ هناخد مين؟ القانون الثاني. بالظبط، قانون اللي هو السرعه النهائيه بيساوي السرعه الابتدائيه سكوير سكوير، وهنا بلس 2 اي في الازاحه اللي ما بين السرعتين اللي هي الدلتا اس. يبقى هنرجع بقى لغايه هنا كده، شابتر 2 خلصت مهمته. اللي جاي ده شغل شابتر 1 يا شباب، عشان كده قلت لكم ان بعد ما نجيب الاكسلريشن هنرجع بقى لشابتر 1 ثاني، نقدر نطلع مين؟ الفيلوستي او الديسبليسمنت اللي حصلت من الشغل اللي شفناه في شابتر 1. هنستخدم المعادله رقم 2، الفي فاينل سكوير بيساوي الفي انيشال سكوير بلس 2 الاي في الدلتا اس. هنعوض بالارقام اللي عندنا، الفي فاينل عندنا بزيرو، العربيه هتقف. الانيشال عندنا 19.4 من 10 سكوير، والاكسلريشن عندنا بنيجاتيف 0.72 او 0.717 في الدلتا اس او الاس ناقص اس نود. لو خدت الاس نود بزيرو هطلع الاس مينيمم ب 262.6 من 10. شايفين الرقم ده كبير قد ايه؟ يعني العربيه دي عشان تقف هتحتاج 260 متر عشان تقف فيهم بامان بدون ما الصندوق يتحرك. انتوا متخيلين المسافه دي يا شباب؟ كبيره جدا. طيب بص معايا كده، لو رحت اللي هي نفس العربيه ورحت جاي للصندوق ده، رحت ربطه بحبلين بقى، ركز بقى معايا في اللي جايه دي مهمه قوي. رحت رابط الصندوق بحبلين عشان اقلل المسافه دي. طبعا الحبلين دول لما يتربطوا اكيد المسافه دي هتقل، صح ولا ايه؟ ها الو تمام. يبقى اذا الكيبلز دي هتساعد الايه؟ هتساعد الصندوق ده في انه ما يتحركش، فبالتالي المسافه اللي كان هيفرمل فيها هتقل عن الرقم ده. فدي جت في امتحان قبل كده المساله دي، لو قلبتوا في امتحانات قديمه هتشوفوها. يعني كانت السرعه الانيشال عندنا 72 كيلو متر بير اور، والكيبلز ده مايل بمثلث وده برده نفس المثلث. انا عايز الناس تفكر بس، لو الراجل ده فرمل الاحبال دي هتشتغل ازاي؟ مين يقدر يقول لي؟ اللي هي اللي سي اي هتشد، السي اي هتشد، اما الدي بي هتقل، تبقى قوه الشده عاليه. بي دي هتبقى بصفر يا دكتور. الله عليك، ايوه يا عم، ايوه ايوه. مين اللي قال بقى البي دي؟ مين اللي قال البي دي هيبقى بصفر؟ انا يا دكتور. مين؟ قول لي اسمك طيب عشان اعرفك بس كده. ماشي يا عم بولا. قال لك الراجل ده، قال لي الراجل ده يعني دماغه دي المزاد، بيقول لك البي دي ده هيبقى بصفر. ليه هيبقى بصفر؟ لان حضرتك لما تفرمل الصندوق ده بيحاول يطلع لقدام، فاذا التنشن اللي موجود في الكيبل ده هتلاقي الحبل ده بيرخي لتحت، يعني مش حاسس بتنشن، تمام كده؟ يبقى الفورس اللي جواه ساعتها هتبقى بكام؟ هتبقى بزيرو. بينما مين اللي بيحاول يتشد؟ مين؟ لما الصندوق يحاول يطلع لقدام، السي اي، تمام كده؟ ده اللي هيبقى جواه تنشن عاليه جدا، ولو هو مش قادر يستحمل التنشن دي هتلاقيه اتقطع. متخيلين الحته دي؟ يبقى اذا والعربيه بتفرمل، الحبلين دول مش الاثنين شغالين، واحد شغال والتاني ايه؟ والتاني نايم. طب لو العربيه كانت واقفه وبتحاول تطلع، يعني بتولد اكسلريشن في ايه؟ هيحصل العكس، هتلاقي الصندوق ده بيحاول يتزحلق لورا، اذا السي اي ده هتلاقيه هو اللي بزيرو، والبي دي ده هيبقى فيه اعلى تنشن، يبدلوا مع بعض يعني. طبعا والعربيه ماشيه على الطريق، ده بيحصل وده بيحصل عشان ما حدش يقول لي ايه ده. طب ما انا لما طالما عارف ان البي ده التنشن فيها هيبقى بزيرو وقت الفرمله، طب ايه اللي خليني احطه؟ طب ما انا اكتفي باللي ورا ده بس. ها؟ لا يا فالح، عشان حضرتك وانت ماشي انت ساعات بتفرمل وبعد كده بترجع تسرع تاني، فده هيشتغل، هيبقى اللي ورا هيشتغل بس في حاله الفرمله، لكن اللي قدام هيشتغل فين؟ في حاله لما تيجي تزود السرعه، بيبدلوا مع بعض يعني. ممكن اقول ان الكابلات دي دعامات، عباره عن دعامه. ايوه، ما هي بتامن الصندوق انه ما يتحركش، تمام كده؟ بس الاثنين ما بيشتغلوش في نفس ذا سيم تايم، واحد بيشتغل والتاني مش شغال، والعكس صحيح لو ايه؟ لو انت غيرت اتجاه الاكسلريشن.
تمام كده، او غيرت اتجاه الانيرشيا فورس. فهمناها يا شباب؟ دكتور نعم. طب اتجاه الشد، اتجاه الشد هيكون ناحيه الدي ولا ناحيه السي؟ اه ناحيه الايه؟ حد يجاوب، حد يجاوبه بقى على السؤال ده. انت بتتكلم على مين؟ شد اي سي ولا شد دي؟ شد البي، شد البي دي، البي دي، شد البي دي ده بيحصل لما تيجي بتزود السرعه، يعني اللي ورا ده هيبقى بزيرو، اللي قدام يعني الصندوق هيتزحلق لورا، ده فيما معناه يعني. مين يقدر يجاوبني على السؤال ده؟ هو بيقول لك انا احط الشد فين؟ على حسب على حسب اتجاه الحركه يا دكتور. لا على حسب النقطه اللي انا واقف عندها. يعني قرب. مش احنا قلنا الترم الاولاني، مش احنا قلنا الترم، مش احنا قلنا الترم الاولاني الشد لما بحطه في الحبل طالع من النقطه، بحط طالع من 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 النقطه بدايه الحبل شد، ومن نقطه نهايه الحبل شد تاني عكسه. مش احنا قلنا الكلام ده؟ يبقى اذا هنا عند بي في تنشن رايح من بي لدي، فكنا بنسميه تي بي دي، وفي تنشن عند دي رايح من دي الى بي بنسميه تنشن دي بي. ها اللي عند بي بيأثر على الصندوق، بينما اللي عند الدي بيأثر على مين؟ ها عربيه، على العربيه. هو انا باخد بعمل اتزان لمين او بعمل بدرس مين؟ انا بدرس الصندوق، يبقى باخد التنشن اللي طالع من عند البي رايح ناحيه الدي. تمام تمام. يبقى التنشن بتاعي هيبقى السهم بتاعه نازل من بي الى دي، ولو انا باخد اللي ورا هيبقى من اي الى سي. ماليش دعوه باللي عند سي وماليش دعوه باللي عند دي، لان دول بيأثروا على العربيه، ماليش دعوه بيهم. تمام كده؟ تمام يا دكتور. فدي الحته اللي انا ايه اللي انا شرحتها هنا. نيجي بقى الاكزامبل الثاني. دكتور طب معلش بس ممكن المساله بس عشان نصورها عشان نفكر فيها. حاضر شكرا. فهي المساله ايه؟ خد سكرين شوت كده بسرعه يلا عشان تمام تمام. دي هتلاقيها في امتحانات قديمه قبل كده. خلاص انا ماشي ده. يلا الاكزامبل اللي بعده، الاكزامبل اللي بعده عباره عن ايه؟ ده مهم جدا بقى، لان دي هتطلع الاكسلريشن فانكشن هنا. ها شايف الشكل اللي قدامك ده؟ لان في سبرينج هنا اهو، والسبرينج فانكشن في الاس، يبقى الايه هتبقى داله في اس. طيب ده عباره عن ايه بقى؟ ده عباره عن رود، الرود ده ثابت، متثبت من هنا فيكسد. تمام كده؟ الرد ده رحت مدخل فيه حلقه، فدي بنسميها كولر. الحلقه دي مربوطه بسبرينج، تمام؟ والسبرينج متثبت عند الفيكسد، يبقى اذا السبرينج هنا متثبت عند الفيكسد وهنا متثبت في الكولر. لو انا جيت سحبت الكولر دي اللي هي كتلتها 2 كيلو جرام، تمام كده؟ ناحيه اليمين بفورس بتساوي 10 نيوتن. هيحصل ايه للسبرينج ده؟ هيتشد معايا، تمام كده؟ فهتبدا تظهر له اس. ها يبقى اذا بالظبط كده الكولر دي هتلاقي فيه مجموعه من الفورسز بتاثر عليها. هسالك سؤال قبل ما نخش نشوف المساله وهنشتغل فيها ازاي. الحركه هنا في انهي اتجاه يا جماعه بتاعت الكولر دي؟ اتجاه الاكس، اتجاه الاكس الموجب، في اتجاه الاكس، اتجاه الاكس ناحيه اليمين، تمام كده؟ هل اتجاه واي فيه حركه؟ لا لا لا، تمام كده؟ يبقى اذا الانيرشيا فورس هنا هتبقى مع مين؟ مع الاكس. الام في الايه هنا الـ مع الاكس، ومحور واي مفيش حركه فيه. طب لو سالتك هنا رد الفعل فين، مين يقدر يقول لي رد الفعل هنا يبقى فين؟ رد الفعل في اليسار، اتجاه العكس، اتجاه العكس السبرينج. عكس ايه؟ عكس النيوت، اتجاه الاكس السالب. انا بقول رد الفعل، انا بقول رد الفعل، رد الفعل. الواي خلي بالك احنا هنا بنتعلم، احنا هنا بنتعلم، فمش مشكله انك تغلط. طبعا دي لما جاش امتحان قبل كده عزاري، حد يحط رد الفعل على محور الحركة. رد الفعل دايما عمودي على اتجاه الحركة، ملوش دعوة بالحركة. يبقى هنا رد الفعل مش هينفع يتحط في اتجاه الاكس، لا يمين ولا شمال. أمال رد الفعل يبقى فين؟ هيبقى مع الواي، زي ما زميلكم قال، مع مين؟ مع الواي. اعتبر الكولر دي وهي قاعدة يا جماعة من غير ما اشد مشدها بفوق، وهي قاعدة كده، هي قاعدة على مين؟ مش قاعدة على الرد؟ يبقى الرد بالنسبه لها هو السطح، ده اتجاه السطح. فين العمود على السطح؟ اللي هو الواي. يبقى رد الفعل عندنا هنا فين؟ في اتجاه الواي. لاعلى بقى او لاسفل دي مش قصتنا، هو رد الفعل المفروض طبيعي عكس الوزن، الوزن لتحت، يبقى هو فين؟ لاعلى، طالع لاعلى. تمام، محدش يا جماعه يحط رد الفعل مع الحركه بتاتا، تمام كده؟ يا
يلا نقرا المساله كده مع بعض. ذا كولر هاز ا ماس اوف 2 كيلوغرام زي ما موجود على الرسمه اند ريست. بص حتى قايلها لك في راس المساله اهو، ريست اون اسموز. يبقى كده خلصك من حته مهمه جدا. ها اسموز رود خلصك كده منين؟ من الفريكشن فورس. خلصك من الفريكشن فورس وقال لك هنا ايه؟ ها ريست اون ذا سموث رود. تمام كده الرود بتاعنا. ها ذا سبرينج از اتاج، بيقول لك في سبرينج اهو از اتاج تو ايت اس شوز. ذا سبرينج هو اللي بيتكلم بتقول ايه؟ انا مش سامع. في حد بيسال اعتقد؟ في حد بيسال يا جماعه؟ ما فيش. طيب تمام، يبقى بيكلم حد شكله جنبه كده ولا ايه؟ ركز معانا يا كابتن. ذا سبرينج هاز ا كونستنت اوف كي ايكوال تو 200 نيوتن بير متر. الكي بتاعنا السبب بتاعه بالرقم ده اف ا كونستنت. خلي بالك بقى من كل كلمه لو سمحت بتتقال. اف ا كونستنت 10 نيوتن فورس. يبقى اذا الفورس عندنا هنا كونستنت. تمام كده؟ دي واحده من الفورس اللي بتاثر على الجسم، مش كل الفورس. هي الفورس دي كونستنت، لكن الفورس اللي موجوده في السبرينج مش كونستنت. فخلي بالك من الحته دي. تمام كده؟ والكلام ده وضحناه واحنا بنشرح. Is applied to the cooler للجلبه اللي قدامك دي when the spring is undeformed. يبقى اذا الفورس دي دخلت امتى؟ دخلت لما كان السبرينج ده في وضع السكون بتاعه او في اللي هو مشدود ولا مضغوط. قايل لك هنا اهو. Spring is undeformed and the system is at rest. بص كلمتين في ايه؟ في خبطه واحده كده. ها السبرينج undeformed يبقى الاس اللي في السبرينج بزيرو. ها والسيستم ات ريست يعني الفيلوسيتي كمان بتاعته بايه؟ بزيرو. تمام كده؟ الفي انيشال بتاعته بزيرو. ها ديترماين ذا فيلوسيتي. تاني اهو ديترماين ذا فيلوسيتي. تمام كده؟ المطلوب من حضرتك فيلوسيتي. يبقى اذا في انتجريشن هيتم في المساله دي. ها لان النيوتن ما بيطلعش فيلوسيتي، نيوتن بيطلع اكسلريشن. تمام كده؟ Determine the velocity of a cooler when S equal واضح هنا ان الايه؟ المساله بتاعتنا هتبقى فانكشن في الاس، فبالتالي بيقول لك احسب الفيلوسيتي لما تبقى الاس بيساوي 40 ملم. الاس موجود على الرسمه اهي. يبقى السبرنج ده لما يتشد 40 ملي احسب لنا الفيلوسيتي هتبقى بكام. Also determine the maximum displacement of a cooler. تمام كده؟ عايزين اقصى ازاحه ها ممكن تحصل الكولر دي. مين يقدر يقول لي اقصى ازاحه دي ايه الكونديشن بتاعها؟ يعني الكولر دي عماله بتمشي لليمين بتمشي دكتور لما الفورس اللي ب 10 نيوتن هتبقى هي نفس الفورس اللي في السبرينج. برافو عليك، ماشي ده مبدا تاني صح. برافو عليك. يبقى هو بص على الفورس في اتجاه الاكس، لان اليمين ب 10 وللشمال قوه السبرينج. قوه السبرينج دي بتتغير من صفر الى عماله بتزيد. الكولر دي تقف امتى؟ لما قوه السبرينج تساوي الابلايد فورس، يبقى قوه السبرينج تبقى ب 10. واحد تاني قال لي لما تبقى الفيلوسيتي بتاعت الكولر بزيرو. برافو عليكم انتوا الاثنين، انتوا صح وانت صح. هو فكر بمبدا والتاني فكر بمبدا تاني، الاثنين صح. تمام كده؟ يبقى الكونديشن بتاعي اللي هشتغل عليه عشان اطلع اقصى ازاحه البلوك ده يتحركها او الكولر دي يتحركها لما تبقى الفاينل فيلوسيتي بتاعتها بكام؟ بزيرو. طب ما الانيشال فيلوسيتي كمان بتاعتها بزيرو. تمام كده؟ لانه هو بيقول لك بدا منين؟ بدا من السكون. يبقى ايه اللي حاول يحرك الجسم هنا؟ مش الفيلوسيتي بقى، الفورس دي اللي حاولت تحركه. كانت في البدايه دي مع الحركه بتتولد السبرينج. تمام كده؟ يلا بقى نشوف ايه الجيفنز بتاعتنا. دايما لو سمحت الناس وهي شغاله في المسائل من النوع ده، خلي بالك المسائل بسيطه وسهله، بس حاول تنظم الحل بتاعك عشان ما تتلخبطش. زي ما انا عامل كده الجيفنز تطلعهم وترصهم ورا بعض كده. تمام؟ وبعد كده تشوف ايه المطلوب عشان تبدا تربط الاثنين ببعض. الجيفنز الماس والكي والاف والفي نود والاس نود. تمام كده؟ والمطلوب او الريكوايرد الفيلوسيتي ات اس فاينل بيساوي 40 ملم. خلي بالك الرقم ده مش هنعوض بيه الا في اخر خطوه في المساله. تمام؟ والمطلوب الثاني عايزين نطلع اكبر اس ممكن تحصل. تمام كده؟ الاس ماكسيمم اللي هتحصل في السبرينج او اللي هتحصل للكولر يعني. يلا السليوشن. بص ركز معايا بقى، اول لما بحط السليوشن اول حاجه الرسم على طول. اول حاجه الرسم، بنرسم رسمتين، رسمه عليها
الفورسز اللي بتأثر ورسم عليها الانيرشيا فورس اللي هي بتبقى في اتجاه الحركة. ايه الفورس اللي بتأثر على الكولر هنا؟ ها معايا لتحت وزن الكولر ام اف جي طالع لفوق رد الفعل تمام كده. لليمين الفورس اللي هي بتأثر على الكولر اللي هي 10 نيوتن، والشمال قوة السبرينج اللي هي الكي في الاس. ها خلي بالك دي ثابتة ودي ثابتة، والان المفروض هيطلع ثابت نتيجة الوزن الثابت، لكن دي متغيرة هسيبها زي ما هي. اوعى حد يعوض بالفورت دي هنا، اوعى حد يعوض بالفورت دي هنا تمام، لان لو عوضت هتطلع اكسلريشن ثابت، والمساله بتاعتنا الاكسلريشن مش هتبقى ثابت. طيب تعال نحط المحاور بتاعتنا، يلا اتجاه الحركه هو الاكس تمام كده، والاتجاه العمودي على الحركه هو مين؟ هو الواي. ايكويشن اوف موشن هنستخدم مين الاول؟ ها نستخدم الاكس ولا الواي؟ ها الو الواي يا دكتور، الواي ابدا الواي الاول. ولو ان نو موشن الاول هنستخدم هنا الواي الاول. خلي بالك الواي هنا مش هتستخدمه، او مش هتاخد النورمال تحطه في ايه، في اكس، لان اكس ما فيهوش احتكاك مش زي المساله اللي فاتت تمام كده. يبقى اذا واي هيطلع لك رد الفعل بتاع السطح ومش هتعمل بيه حاجه لان ما فيش احتكاك في المساله اصلا. معايا كده يا شباب؟ يبقى اذا ده مش هتدخله بعد كده في الحل. هتاخد معادله اكس، ها بيساوي الاف ماينس الكي في الاس، لو قسمت الطرفين على ام هيطلع لك الاي بيساوي اف ماينس كي في اس على ام. هتحط الاف عندك بخمسه، هي الاف عندنا بكام؟ مش بخمسه، بخمسه لا الاف ب 10 بس اتقسمت على الماس اللي هي ب 2 تمام كده. يبقى اذا 10 على 2 بخمسه، وبعدين الكي عندك ب 200 على 2 هتطلع لك 100 اس. دي معادله مين بقى؟ دي معادله الاكسلريشن. داله في مين يا جماعه المعادله دي؟ المعادله دي داله في اس، هنعمل لها انتجريشن عشان نطلع منها الفيلوسيتي. يلا هناخد الايه؟ هناخد الاي ايكوال 5 ماينس 100 اس. الاي عندنا فانكشن في الاس، فهنستخدم الريليشن دي اي ايكوال في دي في على دي اس، طرفين في وسطين، هيطلع لك المنظر ده. عوض ايه الانيشال كونديشنز اللي عندنا عشان نخلص الانتجريشن ده؟ الاس نود ايكوال 0 والفي نود ايكوال 0. هنعمل انتجريشن للصوره دي، الشمال هنا هيبقى في سكوير اوفر 2، واليمين هنا هيبقى 5 اس ناقص 50 اس سكوير تمام كده، زائد ثابت ده الناتج بتاعك. هنجيب قيمه الثابت ده ازاي؟ ناخد الايه؟ الاس والفي دول نعوض بيهم هنا، هتصفر الفي وتصفر الاس، يطلع لك الثابت بكام؟ ب 0 تمام كده؟ يبقى اذا الفي هتضرب الطرفين في 2 وتاخد جذر الطرفين، يطلع لك الفي بيساوي 10 اس ناقص 100 اس سكوير تمام كده. حط بقى الاس اللي انا مديها لك، بس خلي بالك عشان تطلع الايه، تطلع الفيلوستي بالمتر، هتحط الاس بالمتر. ها ال 40 مللي دي لما تقسمها على 1000 تطلع لك 0.0 او 0.004 تمام كده، 4 من 100 هتعوض بيها تطلع لك الفيلوستي بالرقم ده. ده المطلوب الاولاني، جبنا الفيلوستي بعد 40 مللي. المطلوب الثاني بقى الماكسيمم فيلوستي، ذا ماكسيمم ديسبيسمنت اوف كولر اوكيرز ات زيرو فيلوستي. يبقى اذا الفي فاينل هتبقى بزيرو، هتروح لنفس المعادله اللي معاك، هتصفر السرعه، هتصفر السرعه، هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك معادله فيها اس من الدرجه الثانيه. ها المفروض المعادله دي يطلع لها كام جذر يا جماعه؟ كام روت؟ يطلع لها 2 صح كده؟ منهم واحد معانا، منهم واحد معانا من الاول اهو. السرعه بتساوي صفر امتى؟ لما تبقى الاس بكام؟ بزيرو. يبقى اذا التو روتس اللي هنا واحد منهم معروف والتاني احنا بندور عليه. اه هنسحب واحده من دول كومن فاكتور السايه، يطلع لك اس في 5 ناقص 50 اس. ها الاس الاولانيه بزيرو، دي قلنا عليها دي معانا من الاول، عايزين نطلع الاس الثانيه. هتطلع الاس الثانيه بكام؟ 5 على 50 تمام كده، اللي هي ب 1 من 10 متر. يبقى دي اقصى مسافه الكولر ينفع تروح لها. طب لو انا مدي لك، ركز بقى معايا في الحته دي عشان دي جت في برضه في مساله في امتحان قبل كده والناس ما عرفتش تتعامل معاها. لو انا مدي لك احسب لي السرعه لما الكولر دي تمشي 15 من 100 متر او تمشي 150 مللي، ركز في السؤال كويس، هي نفس المساله دي، قلت لك احسب لي السرعه بعد ما الكولر دي تتحرك لليمين 150 مللي، مين يقدر يقول لي ايه اللي هيحصل هنا او نجيب الفيلوسيتي ازاي؟ ها الو يا
هتبقى كونستنت فيلوسيتي، يعني هستخدم قوانين العجله الثابته. ازاي يا راجل يا طيب، يا راجل يا طيب، ده احنا هو نفس الكلام، والانتجريشن اللي انا عملته زي ما هو. انا بقول ايه اللي هيحصل؟ هاخد الايه، انا بقول لكم احسب الفيلوسيتي. انا هنا قلت لك احسب لما تبقى الاس ب 40 مللي، ها لو انا بقى قلت لك احسب لما تبقى الاس ب 150 مللي. حد يجرب كده بالكالكوليتور لو قدامك، احسبها كده وشوف ايه اللي هيطلع. هتطلع كومبلكس. برافو عليك، برافو عليك. هتطلع ايه؟ ها لو حطيت هنا 0.15 اللي هي ال 150 مللي، وحطيتها هنا وحاولت اطلع ناتج، هيطلع لك النيجاتيف اكبر من البوزيتيف، فاذا هتلاقي الروت تحتيه نيجاتيف، هتطلع كومبلكس. طب ده معناه ايه بقى؟ مين يقدر يديني عديت الالاستيك ليميت يعني؟ ها السبرنج مش هيستحمل الطاقه اللي هي ال 150 متر، يعني السبرنج مش هيستحمل انه يتشد اكتر من ال 100. برافو عليك، يعني بنسبه 90% قربت كده. كده ما فيش السبرنج اصلا كده. ايه كده؟ يعتبر كده ما عنديش السبرنج، فبيعتبر كده السبرنج اتقطع كده وماشي اتجاه حركه بس. لا لا لا، السبرنج مش هتقطع ولا حاجه. هو ده معناه ايه بقى؟ معناه زي ما يعني معظمكم قال، راح في الاتجاه صحيح الحال، معناه ان الكولر مش هتروح للمكان ده اصلا. واحنا لما جبنا هنا اقصى مسافه الكولر هتروح لها، طلعت بكام؟ ب 100. طب ازاي تقول لي احسب سرعه لما تبقى الاس دي ب 150؟ الكلام ده ان لوجيك، تمام كده؟ فهتطلع كومبلكس. يبقى اذا لو طلع الحل معاك، لو اديتك اس في المساله وانت حليت وطلع معاك كومبلكس، يبقى على طول اوتوماتيك الرد بتاعك ان الايه؟ ان البوزيشن ده الكولر مش هتروح له، تمام كده؟ لان السبرنج هيمنع الايه؟ هيمنع الحته دي. معايا كده يا شباب؟ يبقى الكولر هتقف قبل ما توصل للرقم اللي انا مديهولك، تمام كده؟ ده لو انت شغال صح. خلي بالك يا سيدي، سلاح ذو حدين، ممكن حضرتك تبقى شغال غلط والدنيا معاك تمام وزي الفل، تمام؟ في اشاره كده نسيتها ولا حاجه بوظت الحته دي، فهتديك الناتج ده. ده في حاله، ده في حاله ان الفورس ثابته صح؟ نفس المساله اللي انا مديها لك دي بالظبط، تمام كده؟ والفورس ثابته ال10 اللي انا مديها لك. يبقى لو طلع معاك الحته دي الفيلوستي كومبلكس، ده معناه ان البوزيشن اللي انا مديهولك مش هيتحقق. طب لو انت عايز تثبت لنفسك بدل ما ترجع تعيد المساله تاني ان حلك صح، ها تروح تجيب الماكسيمم ديسبليسمنت اللي هتحصل وتقارنها بالرقم اللي انا مديهولك، طبيعي هتلاقي الماكسيمم ايه؟ هتلاقي الماكسيمم ايه؟ قبل المسافه اللي حضرتك مديها لي يا دكتور. بالظبط كده، هتلاقي الماكسيمم عدى الرقم اللي انا ايه؟ اقل من الرقم اللي انا مديهولك، تمام كده؟ هو الزوم بيخلص بسرعه ليه كده؟ ايه ده؟ ها الاكزامبل اللي بعده 2 3 هي نفس المساله اللي فاتت، برضو قدامنا 10 دقايق والسيشن دي تخلص. دلوقتي معايا برضو ايه؟ نفس المساله اللي فاتت، بس خليت الحركه هنا على الخط الراسي، تمام كده؟ في الاتجاه الراسي. والفورس مش مع الحركه، الفورس مايله. مايله بايه؟ مايله بزاويه اسمها ثيتا. تمام كده يا شباب؟ خلي بالك بقى هنا. طبعا لما جبت لهم مساله في المنظر ده، راحوا الناس ايه؟ قلبينها، خلوها شبه المساله اللي فاتت. دي كارثه هنا. بس حضرتك هنا الموشن عندي في الواي يا دكتور صح؟ الموشن عندنا هنا في اتجاه الواي، والويت هنا في اتجاه الواي، تمام؟ فالدنيا كلها اتغيرت، اوعى حد يعمل الحركه دي. لما تكون بتحل مساله مثلا وفهمتها وتمام وزي الفل، ومثلا حركه في اتجاه الاكس، تقوم قالب المساله عشان تخليها شبه المساله اللي قبليها. هتلاقي نفسك يعني بوظت الدنيا. طب يعني انا هنا يا دكتور هشتغل على محور الواي بدل الاكس؟ بالظبط، هتبدل الواي مع الاكس، تمام كده؟ القوانين بتاعه الواي والاكس، لكن الفورس زي ما الوزن هنا راسي ورد الفعل عمود على اتجاه الحركه، الكلام اللي احنا قلناه بالظبط، تمام كده؟ تمام. يلا بيقول لك ايه؟ ذا 50 كيلو جرام كولر سلايدز اب ذا فيرتيكال شافت اندر ذا اكشن اوف فورس اف اوف كونستانت ماجنتيود. يبقى الاف اللي عندنا هنا كونستانت يا شباب، القيمه بتاعتها ثابته، مال بط فاريبل دايركشن، يبقى الثيتا دي بتتغير. الثيتا مديها لك بتساوي كي في مين؟ في تي، ثابت في مين؟ في الزمن. هو الكي از كونستنت اند اف ذا كولر ستارت فروم ريست، لو الكولر دي بدات من السكون والثيتا ايكوال زيرو، كانت في البدايه الثيتا دي بصفر، فالفورس دي هتلاقيها ماشيه مع الحركه في الاول، بعد كده ايه؟ والكولر بتطلع الفورس دي بتسيب اتجاه الحركه، بتروح ناحيه اليمين بالمعادله اللي قدامك دي. المطلوب من حضرتك بترماين ذا ماجنيتيود اوف اف، تمام كده؟ اوف ذا فورس which the result in the cooler coming to rest. يبقى احنا عايزين نطلع مين؟
الماجنيتيود بتاع الفورس دي اللي يخلي الكولر دي ترجع لايه؟ ترجع للسكون تاني. الكولر دي هتبدا من السكون وتتحرك تحت تاثير الاف. قدام شويه هنا هتلاقيها وقفت، فهو عايز مين؟ عايز قيمه الفورس لما تقف، وعايز مين كمان؟ وعايز الثيتا، او هو بيقول لك هتقف امتى؟ لما تبقى الثيتا بايه؟ بباي على 2. باي على 2 دي يعني لما تبقى الثيتا ب 90 درجه، يعني الفورس تبقى عموديه على مين؟ عموديه على اتجاه الحركه. تمام كده؟ الكوفيشن اوف كاينيتيك فريكشن في احتكاك هنا على الرد مش زي المساله اللي فاتت، بيساوي 3 من 10. تمام؟ معطياتنا الماس، الثيتا معادله، الاف كماجنتيود هي كونستنت، الانيشال فيلوستي بتاعتنا بزيرو بدا من الرست، كاينيتيك فريكشن 0.3، والثيتا انيشال كانت بزيرو، والثيتا فاينل بباي اوفر 2. هو عايز قيمه الايه؟ الاف ات ثيتا فاينل ايكوال باي اوفر 2. يلا الحل بتاعنا زي ما اتفقنا، اول حاجه في الحل الرسم، نرسم ها دي الفورس اللي بتاثر الوزن الاسفل. خلي بالك رد الفعل هنا اهو عمود على اتجاه الحركه، الحركه مع واي يبقى رد الفعل فين؟ ها عمودي. عمودي بقى للشمال او لليمين مش هتفرق، عمودي للشمال، ولو انك حضرتك تقدر تفرض اتجاه رد الفعل برضه صح. مين يقدر يقول لي هنا رد الفعل اللي هو في اتجاه الاكس ده او العمودي ده، احطه ناحيه الشمال صح ولا احطه ناحيه اليمين؟ ها سواء ده وده صح، الاثنين صح انا معاك، بس لو انت حليت وحطيته في الاتجاه الصحيح هيطلع حلك بوزيتيف الناتج بتاعه، لكن لو انت حطيته في الاتجاه العكسي هيطلع الحل بتاعك نفس الرقم بس نيجاتيف. تمام كده؟ مين يقدر يقول لي لو انا عايز احط رد الفعل على طول يطلع لي في الاتجاه الصحيح على طول من اول مره؟ على حسب اتجاه الفورس بالظبط، الفورس تبقى عكس القوه بالظبط. برافو عليك، الفورس دي مايله لما احللها هتروح كده، يبقى رد الفعل عكسها على طول، ما ينفعش يبقى ماشي معاها، وده احنا عارفينه من الاول، رد الفعل عكس الفعل. تمام كده؟ تمام يا دكتور. الوزن نازل معانا لتحت، الاحتكاك بقى نحطه ازاي؟ حركه الكولر هتبقى في انهي اتجاه؟ لاعلى، هتنسحب لفوق عكس عكس اتجاه الحركه بالظبط، الاحتكاك عكس الحركه. تمام كده؟ الحركه لفوق، الاحتكاك ايه؟ لتحت. خلي بالك بقى حاجات بنقولها وثوابت، ما ينفعش الاحتكاك يتحط مع رد الفعل. اوعوا اوعوا يا شباب، الاحتكاك مع عكس حركه الجسم، ورد الفعل عمودي على حركه الجسم. باكد عليهم تاني عشان بلاقي ناس تحط لي رد الفعل مع حركه الجسم وتعمل لي الاحتكاك عمودي على حركه الجسم، بوظت الدنيا كده وبوظت مفاهيم الايه؟ مفاهيم الحركه. تمام كده؟ خدنا الترم الاول يا دكتور في الاستاتيكا. ما ينفعش، ما ينفعش الاحتكاك يتحط في ايه؟ يتحط عكس، يتحط ايه؟ عمودي على الحركه، وما ينفعش رد الفعل يتحط في اتجاه الحركه. خلي بالكم من الحته دي. تمام تمام كده يا شباب؟ تمام يا دكتور. الناحيه الثانيه بقى هنحط الايه؟ الناحيه الثانيه الانرشيا فورس مع الحركه، هنحط المحاور. بص هتلاقي الاكس هنا ما فيهوش حركه والواي هو اللي فيه الحركه، فبالتالي المعادلات ايه؟ المعادلات هتتقلب، يبقى هتلاقي المعادله اللي ما فيهاش حركه نو موشن اللي هي سيجما اف اكس، هنحط بقى اف كوساين ثيتا ناقص رد الفعل، هنطلع الان بيساوي اف ساين ايه؟ ساين ثيتا. هنا مش هعوض بالثيتا بقى اللي انا بحسب عندها، لان هنا انا محتاج الاكسلريشن تبقى فانكشن عشان اقدر اعمل لها انتجريشن من ايه؟ صح. تمام كده؟ يبقى هنسيب الثيتا زي ما هي عشان نقدر نحط الايه؟ الفانكشن اللي هنعمل لها انتجريشن دلوقتي. ناخد في اتجاه الواي بقى، سيجما الفورس في اتجاه الواي بيساوي الام في الايه؟ الام في الايه؟ مع محور واي هتلاقي ماشي مع الحركه لفوق اف كوساين ثيتا، نازل لتحت حاجتين ام جي وميو كاينتيك فين؟ في الان، الاثنين بالنيجاتيف بيساوي الام في الايه؟ هنجيب الان من فوق من هنا نعوض بيها تحت، تطلع لي معادله الاكسلريشن بالشكل اللي قدامك ده. هنقسم الطرفين على ام، يطلع الايه؟ الايه بيساوي اف كوساين ثيتا ناقص ناقص ال، عشان انا مش شايف من تحت الشريط اللي فوق ده، ميو كي في ايه؟ في اف ساين ثيتا. تمام كده؟ على مين؟ على ام. هنسيبها رموز زي ما هي، نعمل انتجريشن وبعد كده نعوض بايه؟ في النهايه خالص ب الحاجات اللي معانا او اللي احنا عايزين نحسب عندها. يلا يبقى الاكسلريشن بتساوي اف على ام وساين كي تي، هنشيل الايه؟ هنشيل الثيتا ونحط مكانها الايكويشن بتاعتها. تمام كده؟ ماينس ميو كي في ساين كي تي ماينس جي. الاكسلريشن هنا هتبقى فانكشن في ايه يا جماعه؟ هتبقى فانكشن في التايم،
تمام كده؟ يبقى نستخدم الريليشن بتاعه التايم ال a بيساوي دي في على دي تي، نعمل انتجريشن عشان نطلع الفيلوسيتي. شابتر 1 بقى ها الثيتا نود بزيرو، الفي نود والفي او الفي انيشال والفي فاينل الاثنين بصفار، الثيتا فاينل عندنا بباي على 2، هحطها بالمعادله عشان اشوف التايم اللي يطلع الايه الباي على 2 دي، هيطلع لك التايم بيساوي ايه؟ التايم بيساوي باي اوفر 2 على كي، يبقى ده التايم اللي هنحسب عنده تمام كده، اللي هنعوض بيه في الاخر. يلا نعمل انتجريشن، اف على ام دي ثابت هنطلعها بره الانتجريشن تمام كده، ونعمل انتجريشن بقى، انتجريشن الكوساين بايه؟ الكوساين ساين على تفاضل، على تفاضل الزاويه تمام كده، تفاضل الزاويه بتاعه الكوساين، تفاضل الكي تي بايه؟ تفاضلها بكي تمام كده. يبقى اذا الناتج بتاع الكوساين تكامل الكوساين بايه؟ بساين على في مضروب بره واحد على كي. طيب والساين هيبقى التكامل بتاعها بنيجاتيف ايه؟ كوساين، وفي نيجاتيف هنا هتبقى بوزيتيف تمام كده، على تفاضل الزاويه يعني واحد على كي برضه. طيب وتكامل الجي بالنسبه للزمن هيدي لك جي في تي زائد ثابت التكامل. يبقى اذا ده الايه؟ ده الناتج بتاع الانتجريشن. عشان نطلع قيمه الثابت ده هنحط الانيشال كونديشنز اللي هم ايه بقى؟ الانيشال الفي فاينل الفي نود هنحطها بزيرو تمام كده، والتايم اللي عنده الفي دي هيبقى بايه؟ هنحط التايم بزيرو، يطلع لك الثيتا نود بزيرو. يبقى هنحط الاثنين دول، التايم هنحطه بزيرو اللي هو عند الثيتا نود بزيرو يعني، والفي نود هنحطها بزيرو، هيطلع لك قيمه الايه؟ قيمه الثابت. ساين زيرو بزيرو وساين الزيرو بواحد، هيطلع لك ان الثابت بيساوي ايه؟ نيجاتيف اف على ام كي في مين؟ في ميو كي. ده قيمه الثابت تمام كده؟ عوض بقيمه الثابت، وبعد كده ارجع عوض بالايه؟ عوض بالزمن اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيساوي باي على 2 كي تمام كده، والفي فاينل بزيرو، هتقوم مطلع مين من المعادله دي؟ مطلع قيمه الايه؟ الاف. هيطلع لك الاف بيساوي كام بعد ما تحط الارقام بقى اللي عندك؟ هيطلع لك الاف بيساوي 1107 من 10 نيوتن تمام كده يا شباب؟ ده بالنسبه لو عندك جسم واحد بيتحرك، لو عندك بقى جسمين ثلاثه اربعه مجموعه من الاجسام بتتحرك تمام كده، فدي بنسميها حركه مجموعه من الاجسام او موشن اوف سيستم. على سبيل المثال دي طبعا اتهرتوا منها في ثانويه عامه المسائل اللي من النوع ده تمام كده، عندك كتله او بلوك على سطح مايل وبلوك مربوط بيه بحبل بيتحرك في الاتجاه الرأسي. طبعا مش محتاج اقول لك مين في دول هيشد مين تمام كده، المفروض التقيل نرجع تاني هنا يا شباب. احنا عندنا هنا لو انا عندي بقى مجموعه من الاجسام زي ما اتفقنا بتتحرك، احنا شفنا جسم واحد لما بيتحرك بنعمل معاه ايه؟ طب لو عندي جسمين او ثلاثه او اربعه هيبقى في حاجه بتربطهم ببعض، لو واحد اتحرك الثاني هيتحرك غصب عنه تمام كده؟ يبقى اذا مش هيتسرب بناء على حركه مين؟ الاولاني. طب مين هنا اللي هيسيطر على الحركه؟ اللي هيسيطر على الحركه في الغالب يعني في الغالب لو الظروف يعني الى حد ما معقوله هتلاقي اللي بيتحكم في الحركه هو الاتقل، جسم اللي ليه ايه؟ ليه كتله اتقل تمام؟ ولو ان برضو هيخش عامل تاني يقدر ممكن تلاقي جسم خفيف يشد جسم تقيل، يبقى في كونديشن تاني بيساعده. المهم يعني ما علينا من الحته دي، مش دي اللي انا عايز اظهرها دلوقتي، اللي انا عايز اظهرها هنا ايه؟ لو انا عندي جسمين بيتحركوا، كل جسم بيتحرك بسرعه خاصه بيه او باكسلريشن خاصه بيه وبالتالي فيلوستي خاصه بيه تمام كده؟ لو انا عندي جسمين دول لو البي نزل لتحت، لو البي نزل لتحت تمام كده هيعمل ايه في الايه؟ هيسحبه على السطح المائل ده لفوق. ها لو قلت لك الازاحه بتاعه البي ايه علاقتها بالازاحه بتاعه الايه؟ مين يقدر يقول لي؟ ها الازاحه لو سميتها اس، لو البي نزل لتحت 1 متر الايه هيتحرك على سطح المائل ده قد ايه؟ مش نفس المسافه؟ يبقى اذا المسافه اللي هيزيدها الحبل هنا، ها بالمنطق كده يا شباب، المسافه اللي هيزيدها الحبل هنا ها الحبل ده هينقصها لان الحبل طوله ثابت، يبقى اذا هنلعب على الحبل ده. البي لو نزل لتحت 1 متر الايه هيتحرك على سطح المائل ده لفوق نفس ال 1 متر، يبقى اذا لو قلنا الازاحه دي هي اس يبقى الاس بتاعه البي هي نفس الاس بتاعه الايه. طب لو حضرتك عملت تفاضل شمال ويمين للاسات دي هتطلع مين؟ فيهات. يبقى سرعه البي هي سرعه مين؟ الايه. خلي بالك ده الكلام ده ملوش دعوه بالاحتكاك اللي تحت الايه،
ماليش انا علاقه بالاحتكاك دلوقتي، الاحتكاك ده هيخش في القوانين. البي لو نزل ها ازاحه، الاي هيطلع نفس الازاحه على سطح الماي. سرعه البي الاسفل هي سرعه الاي على السطح الماي. لو عملت بتاع ده ديريفاتيف كمان مره او ديفرنشيشن كمان مره، يطلع لك ان الاكسلريشن بتاع الاي هو نفس الاكسلريشن بتاع البي. دي في ابسط صوره. طيب تعال نشوف، ممكن ادي لك بقى صوره اتقل من كده شويه. اجيب الحبل ده بشكل تاني شبه اللي قدامك ده، بص معايا كده. طبعا هنا لو قلت لك عشان نسهل ايه اللي هنقوله دلوقتي، تمام؟ ها لو قلت لك هنا الحبل او البي في كم طرف للحبل داخل له، لو عملنا كده خط عشان اشوف في كم طرف للحبل داخل له، او لو حاولت اقطع الحبل هنا عن البي هلاقي ايه، قطعته مره واحده، او قطعت ايه طرف واحد للحبل، وعند الايه نفس الكلام. يبقى حضرتك هتعمل ايه عشان تستنتج العلاقه دي بكل بسهوله؟ ها هتحط اس اي ايكوال اس بي، وتحط جنب كل السايه عدد القطع ده. هنا واحد، يبقى احط جنب اس بي واحد، وايه واحد هحط جنب اس اي برضو واحد. الواحد والواحد ما لهمش لازمه انهم يتكتبوا، فبالتالي اس اي ايكوال اس بي. اللي انا قلته دلوقتي ده عايز اطبقه فين؟ في الاكزامبل اللي قدامي ده. يلا بص، الحبل هنا مربوط في الاي ورايح على البقره، نزل لف حوالين بقره زي بتاعه الونش، بتتحرك مع مين؟ مع البي البقره دي، ورجع اتثبت هنا. يبقى اذا الحبل اللي المربوط ما بين الجسمين هو اللي قدام حضرتك ده اللي انا مشاور عليه ده، تمام كده؟ تعال نشوف لو البي نزل لتحت واحد متر، هل الايه هيتحرك لليمين نفس الواحد؟ اعتقد لا. انتوا متفقين معايا في الحته دي ولا لا يا شباب؟ ها تمام يا دكتور. يبقى الازاحه بتاعت بي استحاله تبقى نفس الازاحه بتاعت ايه، مش زي اللي فاتت. طب مين يقدر يقول لي لو طبقنا حته الايه، الحته اللي انا قلتها هنا دي اللي هي بتاعت واحد وواحد دي، لو شديت خط هنا على الحبل اللي متوصل ما بين الاي والبي، خط هنا هقطعه كم مره يا جماعه؟ كم قطعيه هنا عند الاي؟ مره عند الاي، عند الاي مره واحده. يبقى لو حطيت اس اي هحط جنبها واحد. طب عند البي بقى هنا لو شديت خط كده هقطع كم مره؟ اتنين. يبقى الاس بي اتنين. يبقى بالتالي اقدر اطلع العلاقه بايه، ادي هنا مره واحده قطعيه واحده، هنا قطعيتين. يبقى اقدر اقول ان الاس اي ايكوال 2 اس بي، بالتالي الفي اي ايكوال 2 في بي، والاي اي ايكوال 2 اي بي. خلي بالك دي هتبقى معادله اضافيه في معادلات نيوتن. نيوتن كنا بنطلع معادلتين على اعتبار ان عندي اكسلريشن واحده بس، لكن هنا في المسائل دي عندي اثنين اكسلريشن، تمام؟ فدي العلاقه اللي بتربطهم ببعض، يبقى دي معادله زياده، تمام؟ هتساعدك في الحل. طيب لو جبنا الميكانيزم بالمنظر ده، ها مين يقدر يقول لي عند بي لو شديت خط كده؟ يبقى العكس يا دكتور. ها هنا هتقطع عند البي مره واحده، لكن عند الاي هنا هتقطع مرتين. يبقى يطلع لك ايه؟ اثنين. بالظبط كده، 2 اي اس اي بيساوي اس بي، تمام كده؟ تمام كده يا شباب؟ ها السيستم الثاني ده، تعالى نعمل نفس القصه كده فيه. ها ادي الاي والبي، مين يقدر يقول لي هنا لو كتبنا الايكويشن او العلاقه ما بينهم، ها هنقول ايه بقى؟ ايه علاقه عند البي واحده اس بي هنا وعند الاي اثنين؟ بالظبط كده، عند ايه هتلاقي اثنين وعند بي هتلاقي واحده. هو حد يقول لي هاخد الخط هنا؟ خلي بالك هو ده الكيبل اللي رايح متوصل لبي. ها في حته حبل هنا صغنطوطه ايه ما بين البقره والايه البلوك، هل الحبل ده هو اللي رايح لبي؟ لا. عشان انا مش عايز بقى الاذكياء الناس اللي بتستنصح تقول لك ايه ده، طب ايه اللي يخليني احط الخط هنا؟ طب ما اجي احطه هنا جنب البلوك على طول. لا يا ناصح، الحبل اللي انت حطيت عنده الخط ده مش هو اللي رايح لبي. يبقى خلي بالك حضرتك هتحط خط او نقطه او اي ايا كان اللي هتحطه على الحبل اللي متوصل ما بين التو بلوكس، يطلع لك هنا 2 اس اي ايكوال اس بي، وبالتالي 2 في اي ايكوال في بي، 2 اي ايكوال اي بي. تعالى بقى بناء على هذا الاساس نخش على الاكزامبل ده. ها ها لو قلت لك العلاقه ما بين الاكسلريشن هنا وهنا. ايوه ممكن بس نرجع الصفحه اللي قبلها عشان عايز اخد سكرين شوت بس. حاضر شكرا. ها تمام تمام اه شكرا تمام نعم. يلا الاكزامبل اللي بعده بقى، يلا ناخد واحده من اللي احنا شرحناهم دول. وعندك في الاكسرسايز هدي لك واحده دلوقتي، انت اللي هتقول لي الاس دي ايه، ايه علاقتها بالاس دي. ها عندي بلوك هنا كتلته 60 كيلو جرام على سطح مائل، معامل الاحتكاك 2 من 10، اسمه ايه؟
ها مربوط بحبل رايح على بكره، والبكره دي رايحه للكتله الثانيه اللي هي 20 كيلو جرام، تمام كده، بتتحرك في الاتجاه الراسي. لو قلت لك ايه علاقه الاي هنا بالاي هنا، الاكسلريشن هنا بالاكسلريشن هنا، اظن دلوقتي بقت واضحه. ها الاي اكسلريشن عند اي، ايوه، ايكوال 2 اكسلريشن عند بي. برافو عليك، تمام كده. يعني ديترماين ذا اكسلريشن، خلي بالك هنا، بص، اول مطلوب عايزين الاكسلريشن اوف ذا تو بلوكس، يبقى عايزين الاي بتاعه الاي والاي بتاعه البي، تمام كده. اي اند بي وان ذا سيستم از ريليزد. كلمه ريليزد دي يا شباب معناها انه بدا من السكون، ريليزد فروم ريست، اند ذا بلوك اي موفز داون، الاي هينزل لتحت، تمام، والبي هيطلع لفوق، ده غصب عنه، تمام كده يا شباب. يبقى هو حدد لك اتجاه الحركه. طب لو ما قالكش الحته دي في المساله، حضرتك هتشتغل على اتجاه وتكمل معاه للنهايه، يا ممكن تفترض الاي يطلع لفوق والبي ينزل لتحت او العكس. يبقى الاتجاه اللي حضرتك هتفرضه للاي لازم تديني البي المناسب ليه، اوعى هتفرض ان ده نازل لتحت وده نازل لتحت. خلي بالك بقى عشان الاذكياء، ولو ان في طريقه حل او في مراجع بتشتغل بالفكر ده، بتقول لك انا هفرض الاي لتحت وافرض البي كمان لتحت، تمام، بس هم ليهم حته كده لازم ايه، لازم تظبطها وانت بتحل. وممكن تلاقي ناس في ثانوي برضو شرحت، يعني شرحت لها بالاسلوب ده، بس لازم تظبط الحته دي. نصيحتي ليك عشان ما تتلخبطش، لو فرضت الاي نازل يبقى البي طالع، او لو فرضت البي نازل يبقى الاي هو اللي طالع، تمام كده. يبقى خليهم ايه ماشيين بالترتيب اللوجيك. دكتور انا مش ممكن اقارن ال 20 بال 60 كوزين 30 والاكبر يبقى الجسم اتحرك ناحيته؟ خلي بالك احنا عندنا هنا احتكاك داخل معاك في اللعبه، خلي بالك، فالاحتكاك ده هينقى، يعني هياكل من الوزن شويه وهو بيتحرك، فيعني مش هتقدر تظبطها قوي. ودي انا قلتها وانا بشرح، قلت لك في حاجات تانية هتخش، مش لازم تدي، يعني ممكن ال 20 هو اللي يسحب ال 60، تمام كده؟ يعني مش متظبطه قوي. فانت حتى لو ما قالهاش في المساله، فانت هتفرض اتجاه وتشتغل عليه وهتطلع الاكسلريشن من الحل، تمام؟ لو طلعت بوزيتيف يبقى فرضك صح، لو طلعت نيجاتيف يبقى المفروض الناحيه الثانيه. شكرا دكتور. تمام. فالجسم بدأ من السكون، الانيشال فيلوسيتي بتاعته بايه؟ بزيرو. احنا عايزين ايه تاني هنا؟ ذا كوفيشن اوف كينيتيك فراكشن اند ماس اتش مش عارف ايه انديكيتد ان ذا فيجر. خلي بالك بقى عشان انا بلاقي ايه ناس اذكياء يحطوا هنا احتكاك ويجوا عند بي يحط احتكاك. ما اعرفش الناس دي جايه من انهي كوكب، يحط لك عند البي. هل في عند البي احتكاك يا جماعه؟ لا. ده مش بس كده، الناس الجهابزه دول يحط لك عند البي احتكاك، وبالتالي يحط لك رد فعل كمان. ما هو هيجيب لي احتكاك منين؟ لازم يحط رد فعل. ايه؟ ما ادانيش اصلا عندي بي احتكاك يا دكتور، صح؟ مش حكايه ما ادانيش، هو البي اصلا قاعد على سطح، متعلق في الهواء. البي متعلق في الهواء، عايزين الناس تفكر. يبقى ده مش قاعد على سطح، ده متعلق في الهواء، تمام كده؟ مفيش احتكاك ومفيش رد فعل عند البي. المطلوب اكسلريشن ايه واكسلريشن بي. بعد اذنك الدكتور، الصوت قطع. طيب حاضر. يبقى احنا المطلوب هنا زي ما اتفقنا، عايزين نطلع مين؟ الاكسلريشن بتاعت الاي والاكسلريشن بتاعت البي. يلا السوليوشن، اول حاجه في السوليوشن الرسم، تمام، هرسم الفري بودي دايجرام وارسم الكاينتيك دايجرام، الحركه بتاعت الايه. خلي بالك احنا هنا شغالين على اثنين، يبقى هتقسم المساله جزئين، هشتغل على ده الاول وبعد كده اشتغل على ده، وفي حاجه بتربط الاثنين ببعض اللي هي المعادله اللي لسه قايلين عليها من شويه، اللي هي الاي بتاعت اي ايكوال 2 الاي بتاعت بي. يبقى هنشتغل دلوقتي على مين؟ على البلوك اي. هنحط الفورس اللي عليه والانرشيا فورس بتاعته، كل ام اي هتكتبها تحط جنبها الايه الاسم بتاع البلوك بتاعها، يبقى ام اي في اي اي، وهنا ان اي، كل حاجه خاصه بايه، تمام كده. هتحط اتجاه الحركه بتاعك، الاكس لتحت نازل لتحت والواي عمود عليه، تمام كده. هتحلل هنا الوزن، ما تنساش بقى في تنشن فورس، لما هتلاقي هنا في تنشن بيشد مين؟ بيشد البلوك ده. فأني اتجاه بالمناسبه يا جماعه، التنشن بنحطه ازاي عشان الناس ما تتلخبطش فيه؟ التنشن بيتحط ازاي؟ دايما بيبقى خارج من الجسم، في اتجاه الحبل او اتجاه الشاشه. لا 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 لا، مش في اتجاه الحركه، خارج من الجسم. هي الحركه هنا فين؟ حركه لتحت، صح كده؟ التنشن اللي هنا فين؟ هل لتحت برضو؟ مفيش تنشن، مفيش تنشن بيزق، التنشن كله شد. لا مش برضه، مش عايزك تحطها كده، ممكن تلاقي التنشن مع الحركه برضه عادي، تمام كده. بس خلي بالك
التنشن دايما بيبقى خارج من الجسم، تمام كده؟ التنشن ايه؟ خارج من الجسم. ما انا ممكن احط لك حبل هنا وبشد بيه البلوك، هتلاقي ساعتها التنشن ماشي مع الحركه، صح كده؟ فالتنشن دايما بيبقى يا جماعه خارج منين؟ من الجسم. اللي بيرفع ايده، في حد بيرفع ايده؟ انا عشان ما باخدش بالي من الناس اللي هي بتعمل ريز هاند. ايوه يا عمده. يا عمده بقول لحضرتك يا دكتور، بس هو ممكن يديني فريكشن في البكره؟ ممكن، ودي هنتكلم عنها عندها قدام. لو ادالك احتكاك في البكره يبقى التنشن قبل ما بيساويش بعد، زي ما خدنا في الترم الاول في الاستاتكس. يبقى هتدخل قانون البكره، فاكرينه؟ اللي هو التي 2 بيساوي التي 1 في اس ميو تي، ميو ان، ميو اي، ميو اي، ميو بيتا. فاكرين القانون ده؟ الاحتكاك بتاع البكرات بتاع الترم الاول. فخلينا سيبك منها دلوقتي، خلينا نركز ايه اللي احنا بنقوله، تمام؟ يلا، يبقى الايكويشن اوف موشن للبلوك ايه، هناخد معادله واي الاول، هنطلع منها رد الفعل، تمام كده؟ الان بتاع الايه، بتاع البلوك ايه، وبعد كده نطبق معادله ايه اف اكس، هيطلع لنا معادله فيها مين؟ فيها مجهولين. مين هم المجهولين بقى؟ ها، الاكسلريشن بتاعت البلوك ايه والتنشن اللي موجود عند البلوك ايه، تمام كده؟ يبقى دي فيها مجهولين مش هعرف احلها. هستنى مين؟ هستنى البلوك الثاني بقى يديني معادله ايه، معادله شبه دي. يلا هنروح لمين؟ يبقى دي المعادله الاولانيه رصيناها بالايه، بالشكل اللي قدامك ده، كتبتها تاني عشان تبقى واضحه قدامك اهي. يبقى التنشن بسطناها شويه بعد ما عوضنا بالارقام اللي عندنا، بيساوي 192.36 ناقص 60 الاكسلريشن ايه. دي معادله رقم واحد بتاعت البلوك الاول. نروح للبلوك الثاني، هنكتب له معادله برضه هو كمان اهو. يلا قبل ما اخش اكتب له المعادله ارسم. يبقى هنا خلي بالك كل بلوك هنشتغل عليه رسومات خاصه بيه. ها، الحركه عندنا هنا مع واي نازل لتحت وزنه طالع لفوق ايه؟ خلي بالك في كام تنشن بقى للبلوك بي؟ ها؟ اتنين تنشن شمال ويمين، فاكرينها؟ الو؟ تمام يا لان عندنا الحبل هنا متكرر مرتين، عند البي متكرر مرتين، يبقى هيبقى في عندنا اتنين تنشن، اتنين تي، برضه خارجين من الايه؟ خارجين من البلوك بي. من الجسم. خارجين من الجسم، ونازل لتحت وزن مين؟ وزن الجسم بي. الطرف اليمين الانيرشا فورس في اتجاه الحركه. البي المفروض باللوجيك احنا اتفقنا لو الايه هينزل البي هيطلع لفوق. يلا نحط المحاور بتاعتنا. الواي هنا هو محور الحركه، والاكس اللي هو محور نو موشن. تمام كده؟ طبعا اكس هنا مش محتاج اقول لك، مش هشتغل عليه لان اكس ما فيهوش فورس لا هنا ولا هنا. يبقى الاكس هنا ملغي، ملوش لازمه. تمام؟ تمام. ما عنديش فورس في اتجاه الاكس. دخلت على الواي على طول. ها، سيجما اف واي بيساوي ام في ايه؟ يبقى 2 التي هنا ناقص الوزن بيساوي مين؟ بيساوي الام في الاكسلريشن بتاعت بي. ها، دي المعادله بتاعت مين؟ المعادله بتاعت بي. هنبسطها ونعوض بالارقام اللي فيها، يطلع لك التنشن بيساوي الايه؟ واضح ان التنشن هنا بيساوي فانكشن في الاكسلريشن بتاعت البلوك ايه، وفانكشن هنا في الاكسلريشن بتاعت البلوك بي. تمام كده؟ عشان احل المعادلتين دول مع بعض محتاج اعرف مين العلاقه ما بين الاي اي والاي بي اللي احنا اتكلمنا عنها في الايه، في الشرح بتاع الجزء ده. تمام كده؟ ايه العلاقه ما بينهم؟ كلكم قلتوا في نفس واحد ان الاكسلريشن بتاعت الاي ايكوال 2 الاكسلريشن بتاعت مين. يبقى من السيستم اقدر اقول ان هنا عندي واحد وهنا عندي ايه، عندي اثنين، يبقى اقدر اقول ان الاكسلريشن دي بتساوي ضعف دي. ها، اشيل دي واحط مكانها ايه، او اشيل الاي اي واحط مكانها 2 اي بي، واحل المعادلتين مع بعض، اقوم مطلع مين؟ مطلع التنشن ومطلع الاي اي ومطلع الاي بي، الثلاث ايه، الثري انونز دول. ها، هتلاقي الاي اي ضعف الاي بي، اي دي 0.725 ودي 1.45، وده التنشن المناظر ليهم. فهمناها يا جماعه؟ كده خلصنا الشابتر ده. هقول لكم كام فكره كده ايه للبروبلمز. تمام كده؟ اللي بيرفع ايده ريد ريد هارت، انا مش كاتب اسمه، مين ده يا جماعه؟ يا سلام، انا مش سامع، بس الصوت بيقطع عندي يعني. الصوت بيقطع. انت اسمك ايه الاول اصلا؟ حط يعني انت حاطه قلب كده. هو اللي حد فين؟
مش سامع والله يعني، حتى انت كمان هي مازن. غالبا قصدها لحد فين الامتحان تقريبا. الامتحان يا جماعه ان شاء الله المحاضره دي مش داخله في الامتحان، امتحان شابتر 1 قبل ما الزوم تقفل علينا برضو. امتحان شابتر 1 هيبقى عباره عن مسالتين زمن وساعه زي الترم الاول بالظبط، مسالتين زمنهم ساعه عليهم 20 درجه، كل مساله ب 10 درجات. نصيحتي الله ليك يبارك في بقى عمرك يا دكتور. ايه؟ الله يبارك في عمرك يا دكتور. ربنا يخليك. نصيحتي بقى ليكو عشان الناس تجمع درجات على قد ما تقدر، الرسم ثم الرسم ثم الرسم، تمام؟ رقم واحد الرسم ثم الرسم ثم الرسم. وعلى فكرة من غير ما أقول لك المفروض ترسم، بس لو طلبت منك رسم في المسألة اعرف إن عليه درجات، لو ما عملتهاش هتخسر، تمام؟ فنصيحتي ليك الرسم الرسم الرسم، تمام؟ في كل جزء حضرتك شغال فيه قبل ما تحل أي مسألة عندك ارسم، حاول تتعلم إزاي ترسم وترسم صح، لأن الرسم اللي هو الشخبطة والبتاع ده لا يعتد بيه، رسم صح عشان تقدر تحل صح، تمام كده؟ الامتحان إن شاء الله سهل وبسيط، مسألتين. الناس تفكر في الكلام، تذاكر كويس الأول عشان تقدر تقدر تتعامل مع المسائل. انتوا لو حليتوا مسائل الامتحانات السابقة مع الاكسرسايز اللي عندك دول كافيين ان انت تقفل الامتحان، تمام كده؟ فالامتحان هيبقى على شابتر 1 فقط، الاربع اجزاء بتوع شابتر 1. اخر حاجه هنا دي المفروض حته بتاعه المعيدين بقى، يعني اقول لكم كام فكره كده في الايه، في البروبلمز، تمام؟ المساله الاولى اللي عندك مدي لك بلوك بيتشد بايه، بيتشد بحبل، والحبل ده رايح على موتور، الموتور ده بيشد مين، بيشد البلوك ده لفوق اتجاه الاس زي ما مديها لك كده، السطح مايل بزاويه 30 درجه. دي البيانات اللي عندك، هتلاقيني مدي لك الجيفنز بالاخضر، تمام، والريكوايرد طب بالاحمر. إذنك نعم نعم اللي بيسأل. هو بس الصوت قطع. حضرتك قلت الامتحان ميد ترم لحد فين؟ الامتحان على شابتر 1 الفور بارس بتوع شابتر 1، الاربع اجزاء بتوع شابتر 1، مسالتين زمن وساعه من 9 ل 10. يا ريت الناس تيجي بدري يا جماعه، والجدول اعتقد دكتور احمد يحيى نزل لكم الجدول على الجروب، كل واحد عارف مكانه فين، تمام؟ تروح بدري قبل الوقت عشان ده من وقتك، اللي هيروح متأخر المراقب مش هيسمع عليك زي ما شفنا في الترم الأولاني. المراقب اللي قدامك ده هو عايز يلم اللجنة عشان في لجنة بعديك على طول، الكلية كلها امتحانات الأسبوع الإيه؟ الأسبوع اللي جاي ده، فأنتوا متخصص لكم من 9 ل 10، اللي بعديكم من 10 و5 مثلا، يبقى هي 5 دقايق بالظبط عشان يفضل اللجنة ويخش الناس اللي بعدك على طول. فلو سمحت الناس تروح بدري، تمام؟ فالاكزامبل ده مدي لك البيانات اللي قدامك دي، والاحتكاك عندك ب 3 من 10، ديترماين تنشن ديفلوبد، عايزين التنشن اللي هتولد فين؟ اللي هتولد نتيجه حركه الصندوق ده الاعلى بكونستانت اكسلريشن، وهو مدي لك الديستنس اللي هيتحركها او اللي هتحسب عندها الايه؟ الاكسلريشن دي ب 6 متر في 3 ثواني، وستارتنج فروم ريست يعني الفي انيشال بزيرو، تمام كده؟ هتروح لقوانين العجله الثابته، تعوض بالارقام اللي قدامك دي، هتقوم مطلع مين؟ مطلع قيمه الاكسلريشن، خدها حطها في معادله الحركه، هتطلع التنشن اللي هيتولد فين؟ اللي هيتولد في الحبل ده، هيطلع بالرقم اللي قدامك ده. المساله اللي بعديها فورس مايله بزاويه 20 درجه، هتعمل لها ريزولوشن على الاكس والواي، تمام كده؟ ودي الجيفز اللي عندك، خلي بالك الفورس هنا فانكشن في التي، يبقى الاكسلريشن اللي هتطلع هنا يا جماعه هتبقى فانكشن في ايه؟ في نفس التي، تمام كده؟ لو طلبت منك بقى ديترماين كريتس اكسلريشن، يبقى لو عوضت هنا بالتايم مفيش مشكله، هتطلع الاكسلريشن بالقيمه عند الزمن ده. نصيحتي ليك ما تعوضش الا في الاخر يعني، وخصوصا لو هتعمل انتجريشن، يعني لو طالب فيلوستي يعني هنطلع الاكسلريشن بالرقم ده. المساله اللي بعدها دي جت كتير جدا في امتحانات قبل كده، اتهرست كتير جدا. عندك كولر الانيشال فيلوستي بتاعتها ب 15 فيت بير سكند، بتتحرك لليمين على الرد ده اتجاه الحركه، ومربوطه بسبرنج لتحت طبعا، وهي ماشيه بتعمل ايه في السبرنج؟ ها؟ بتشد السبرنج، تمام كده؟ في السبرنج بيحصل له استطاله، بيطول يعني، فبالتالي السبرنج فورس بتقلل حركه الكولر دي، يبقى لو هي بادئه ب 15 من عند النقطه دي، كل ما بتطلع لقدام ال 15 دي بيحصل لها ايه؟ بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد يا دكتور. بتقل يا دكتور. بتزيد ازاي يا راجل؟ حرام عليك، وهو ماشي كده السبرنج بيسحبها لورا، بيشدها لورا، فالسبرنج بيعاكس الحركه، بالاضافه لو في احتكاك على الرد كمان هيعاكس الحركه اكتر،
يبقى اذا السرعه دي دي سرعه يا جماعه. الو، عشان بلاقي ناس والله بتحط لي دي في الفورس، معادلات الفورس بتعتبر دي فورس، اللي قدامك دي مش فورس، دي فيلوسيتي. السرعه بتاعت الكولر هتقل مع مين؟ مع حركه الجسم، نتيجه السبرنج اللي موجود ده بيعكس الحركه، ولو في احتكاك على الرد كمان هيعكس اكتر كمان. تمام؟ فهنا بيقول لك ايه؟ 2 باوند كولر، ده الوزن بتاعها. هتستخدم الجي هنا ب 32.2، تمام؟ ها فيت لوسلي اون ذا سموث، يبقى هنا ما فيش احتكاك على الايه؟ على الرد. خلصني من الاحتكاك خلاص اهو، تمام؟ اف ذا سبرينج از ان ستريتشد، يبقى في البدايه هنا كان ان ستريتشد، هو ان اس ايكوال ايه؟ دي الاس بتاعتك، لما تبقى الاس بزيرو يعني عند الوضع اللي مرسوم قدامك ده كان السبرينج ده ان ستريتشد، يعني الواحد فيت ده هو الاوريجينال لينس بتاعه، ده الطول الاصلي بتاعه، طبعا لما يمشي لليمين الواحد ده هيطول، هيبقى اكبر من واحد. تمام؟ تمام. كولر از جيفن ا فيلوستي، كانت الفيلوستي بتاعتك في البدايه ب 15، ديترماين ذا فيلوستي اوف ا كولر هو ان اس ايكوال 1 فيت. يبقى بعد ما الاس دي تبقى ب 1 فيت هات لنا يلا الفيلوستي، هتطلع معاك بالرقم ده، فهي نقصت عن ال 15 اهي. تمام؟ بقت 14.6. ها مين يقدر بقى في الاكزامبل اللي قدامي ده؟ هي دي اللي كنت بقول عليها وانا بشرح. لا عندي هنا جسمين، يبقى بالتالي دي موشن اوف ا سيستم. تمام كده؟ مين يقدر يقول لي الاكسلريشن بتاعت الاي ايه علاقتها بالاكسلريشن بتاعت البي؟ ها 2 اي بيساوي 3 بي؟ ها فين الحبل؟ ده الكيبل اهو. ايه بتساوي 3 بي؟ هتبقى 2 3. لو شدنا هنا خط هيبقى هنا 2، يبقى 2 الاي اي ايكوال، لو شديت هنا خط هتلاقي نفسك عديت على 3. هو حد بقى الاذكى يقول لي هشد الخط هنا، خلي بالك الخط هنا يبقى انت قطعت في حبل وقطعت هنا في حبل تاني خالص، لكن الخط الصح يتحط هنا على نفس الحبل، هتلاقي نفسك عديت هنا 1 2 3، يبقى 2 اي اي ايكوال 3 اي بي. دي ريليشن، في فورس هنا بتشد اليمين وعندك كتله كل ايه؟ كل بلوك. مطلوب من حضرتك ديترماين اكسلريشن اوف بوديز اي اند بي. تمام كده؟ والتنشن هتطلع ثلاث معادلات هتحلهم مع بعض، هيطلع لك الاكسلريشن بتاعت الاي والاكسلريشن بتاعت البي والتنشن اللي موجود جوه الكيبل ده، زي ما حلينا الاكزامبل اللي فات. تمام كده؟ ها هنا بقت المساله دي فيها 3 ماسز. تمام كده؟ بلوك اي وبلوك بي، او الكتله اللي عند بي دي وبلوك سي. طيب ايه العلاقه ما بينهم بقى؟ هتلاقي لو خدت ما بين الاي والبي، هنا حبل واحد وهنا نفس الحبل، يبقى الاي اي اي ايكوال الاي بي. طب ايه علاقه البي بالسي؟ نفس الكلام، الحبل اللي وصل ما بينهم هنا واحد وهنا واحد، يبقى الاي بي ايكوال الاي سي، او معنى صح الاي بتاعت ده هي الاي بتاعت ده هي الاي بتاعت ده. تمام؟ ما فيهاش اللعبه بتاعت ايه؟ بتاعت الاثنينات والثلاثات اللي شفناها من شويه. تمام؟ طيب هسالك سؤال، التنشن اللي في الكيبل ده هل هو نفس التنشن اللي في الكيبل ده؟ ها الو؟ لا على حسب، انا عندي هنا حبلين يا شباب مش حبل واحد، ده حبلين، حبل من A الى B وفي حبل تاني بقى من تحت B الى C. تمام؟ التنشن اللي هو فوق ال B بحاجه واللي تحت ال B بحاجه تانيه خالص، يبقى هنا عندي اتنين تنشن مختلفين. تمام كده؟ انت هتكتب كام معادله في المساله دي؟ هتكتب معادله ال A ومعادله ال B ومعادله ال C. تمام؟ يبقى كده ثلاث معادلات اهم، وعندك الاكسلريشن واحده ليهم كلهم، الاي هنا هي نفس الاي هنا هي نفس الاي هنا. هتحل بقى معادلات في مجاهيل، هيبقى عندك اتنين تنشن واكسلريشن اللي هم ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل هتطلع. السؤال بقى الحركه هنا لو تمت مين هيشد مين؟ مين يقدر يتخيل يعني الحته دي؟ هيشدهم كلهم. الجسم اللي على السطح هو اللي هيشده. ما هو ده على السطح وده على السطح. ايه يعني ايه؟ ايوه بالظبط، يبقى الايه هو اللي هيسحب البي والسي، ينفع السي هو اللي يسحب الايه والبي؟ لا عشان هو لا. مش بالظبط هنا ما يسحبش الحركه عند السي هيعرف يشد. لو يعني انا بتكلم على الوضع اللي قدامي ده، السي هنا الوزن بتاعه مش ملوش علاقه بالحركه. تمام؟ يبقى الوزن هنا لانه على سطح افقي فالوزن مش هيساهم في الحركه، لكن الايه الوزن هيتحلل فهيساهم في الحركه الاسفل. يبقى هنا الحركه بتاعتك الاي لتحت والبي هيطلع لفوق والسي للشمال. ده الترتيب المنطقي للايه؟ لحل المساله دي. هتعمل ثلاث معادلات لكل بلوك معادله، هتحل ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل اللي هم التنشن والتنشن والاكسلريشن.
تمام، هتجيبهم بالمنظر اللي قدامك ده. ها دي مساله شبه اللي احنا حليناها هنا، الاي اي ايكوال 2 اي بي، تمام. المطلوب هنا فيلوسيتي، تمام، طبقا للايه ومدي لك انيشال فيلوسيتي بتاعه الايه، فنفس الكلام اللي احنا شرحناها تقوم مطلع الفيلوسيتي بتاعه مين، بتاعه ال velocity of A when moved 4 feet بعد مرور أربعة قدم، بعد ما يمشي أربعة قدم لليمين. طبعا ده الحركة بتاعتنا يا جماعة، اللوجيك بيقول إن البي هينزل والإيه هيزحلق لليمين مش العكس، الإيه مش هو اللي هيشد البي، البي هو اللي هيشد البي. خلي بالك من اللوجيك عشان ما حدش يروح يفرض العكس. هتقوم مطلع مين؟ الفيلوسيتي. تمام كده يا شباب، كده خلصنا. حد عنده أي سؤال؟ يا دكتور معلش